طيب المحاضره بتاعتنا النهارده بتتكلم على اجراءات على السيكومتريك تشارت. بس تاني افكركم احنا بنعمل ايه في المنهج بتاعنا. اول حاجه ان بيجي لي اللوحه او بيجي لي المبنى اللي انا المفروض اعمل له تكييف. فيبقى كده خلصان من ناحيه المعماري، خلصان من ناحيه البيلدينج، ان انا عرفت ايه شكل اللاي اوت بتاعتي. الخطوه اللي بعدها بيتقسم الى زونز. الخطوه اللي بعدها بحسب الكولينج لود او الهيتنج لود سواء صيف او شتاء في كل مكان. ايه المعلومه اللي انا كنت عايز اجيبها؟ احنا عايز معلومتين اثنين، معلومه اسمها الهيت بكام او الهيت ريت بكام، يعني في السوق بيسموها البي تي يو او البي تي يو بر اور طبعا، او الكيلو وات، او حاجه اسمها التن ريفريجرنت. ده اللي هو الوحده كام كيلو وات، الحراره اللي هي محتاجه اجيب جهاز على اساسها كام دكتور. وفي نفس الوقت انا ممكن اصنفها الى جزء سنسبل وجزء ليتنت. حاجه كمان ثانيه اللي هي السي اف ام او كميه الهواء كام. قلنا دي المعلومتين الاثنين اللي طلعنا منهم من اول شابتر او اول محاضره اللي بتتكلم على كيف نحسب الهيتنج لود او الثيرمال لود. الخطوه اللي بعدها قلنا ماشي الكلام ده بحتاج ان انا بقى على كده هعمل على اجراءات، يعني هعمل احول الهواء اللي بره اللي هو الجو السخن او بارد او الشتاء او صيف، ازاي اظبطه، ازاي اعمل له كونديشننج عشان في الاخر اقدر استفاد بيه للمكان اللي انا عايز اعمله تكييف. فتعرفنا بس الاول المره اللي فاتت على حاجه اسمها السايكومتري بروبرتي او الهواء ايه خواصه. وقلنا ان الهواء عباره عن دراي اير وموستشر موجود جواه، وتعرفنا على حاجه اسمها خريطه السايكومتريك تشارت. ايوه يا باشمهندس، في حد عايز يعمل ريكوست ويخش بدر. طيب ما هو انا فاتحها على طول، وال في كده على الباسورد موجود على ال. طب حضرتك ممكن تبعته تاني، يعني لو هو حاجه قديمه مبعوته فهو مش شايفينها. كده اكسبت كلهم. شكرا يا دكتور. طيب واتكلمنا كمان انه عندنا حاجه اسمها الخريطه بتاعه السايكومتريك تشارت. بس بنراجع على اللي احنا وصلنا له المره اللي فاتت. كان عندي محور اكس ده اللي هو تي دراي بالب. يعني ايه تي دراي بالب؟ يعني لو جبت ترمومتر وما عرضتوش للشمس ولا الميه هيقرا لي قرايه. القرايه دي اسمها ايه؟ اسمها دراي بالب. وتعرفنا مع بعض ان في حاجه اسمها التي ويت بالب اللي هي التمبريتشر اللي مايله بالمنظر ده اهي. التمبريتشر دي اسمها تي ويت بالب. تمام كده؟ يعني ايه تي ويت بالب؟ يعني لو انا جبت ترمومتر وحطيت عليه قطنه مبلوله ميه، الميه دي عايزه تتبخر فمحتاجه حراره بنسميها ليتنت هيت. مفيش قدامها حل غير انها تاخدها من الزئبق نفسه اللي موجود او الكحول اللي موجود جوه الماده بتاعه الترمومتر، فيحصل انخفاض او انكماش في القرايه. فتلاقي القرايه مثلا التي دراي بالب 30 والتي ويت بالب 20. ده معناه ان الجو جاف وقادر يستقبل بخار ماء. كل ما كان في فرق كبير ما بين التي دراي بالب والتي ويت بالب معناه ان في لسه الجو يستطيع انه يستقبل جواه بخار ماء. وكل ما كان الفرق قليل درجه الاثنين بيبقوا قد بعض. يعني ايه؟ يعني لو نزلت كده من هنا كده اهو القرايه دي اهي تي دراي بالب مثلا سي 30 هتتقاطع مع خط تي ويت بالب بكام؟ ب 30. الاثنين اهو قطعوا بعض فين؟ عند حاجه اسمها فاي. وايه هو الفاي؟ عرفناه الفاي ده اللي هو ريليتيف هيوميتي. الجو دلوقتي شايل بخار ميه بكميه قد ايه؟ واقصى نسبه الى اقصى كميه بخار ممكن يشيلها. طبعا الخط اللي هو الاخير ده اللي هو 100% معناه ان الجو اسمه ساتوريتد، حالته ساتوريتد يعني مشبع، يعني شايل اقصى ما يمكن. عشان كده التي ويت بالب والدراي بالب قطعوا بعض في نقطه عند فاي 100% بالخطوط اللي هي الكيرفتشر دي. دي عباره عن الفاي اللي هو ريليتيف هيوميدي. وكمان عرفنا مع بعض ان في خطوط اسمها سبيسيفيك فوليوم. الخط اللي هو يكاد يكون راسي ده كده اهو، ده كده كده كده، ده اسمه سبيسيفيك فوليوم. وعرفنا حاجه تانية مع بعض اللي هي الاوميجا اللي هو الخط اللي هو الواي ده او اكس اللي هو كميه بخار الميه في الجو. يعني الجو دلوقتي كل واحد كيلو جرام هواء بقى دراي اير الاكسجين والنيتروجين يعني شايلين معاهم في وسطهم ك
كام جرام بخار ميه؟ ادي معنى ال W. طبعا هنا معناها زيرو، معناها انه الجو ما فيش ولا نقطه خالص بخار ميه، وكل ما انا بطلع لفوق معناها ان كميه الجرامات من بخار الميه عماله تزيد جوه الكيلو جرام اوف دراي اير، يعني الاكسجين والنيتروجين معاهم كميه بخار ميه اكتر. تمام كده؟ وعرفنا لو انت فاكر حاجه اسمها الاتش، اللي هي ايه الاتش ديت؟ الانثالبي. الانثالبي هو ادي السكيل بتاع الانثالبي، ده السكيل. وبالتالي لو انا عندي نقطه هنا وعايز اجيب لها الاتش، اجي عمودي كده وانزل، ادي قيمه الاتش، وليكن مثلا 150 كيلو جول بالكيلو جرام. هتلاحظ حاجه ان ممكن يبقى نفس التمبريتشر اهو، يعني انا ممكن اعمل كده اهو، ده كده نفس التمبريتشر، يعني ايه؟ يعني تي دراي بالب. ورغم ذلك ممكن يبقى عندي اكتر من نقطه على الخط ده، يعني ادي نقطه ولتكن A، نقطه B، نقطه C، هم لهم نفس التمبريتشر لكن ليهم انثالبيز مختلفه، ده ليه انثالبي وده ليه انثالبي وده ليه انثالبي. طب ليه؟ وهتلاحظ ان كل ما انا قيمه ال W بتزيد اهو، البي اعلى من السي والاي اعلى من البي، قيمه بخار الميه اعلى، عشان كده الاتش الاتجاه بتاعه كده اهو بيزيد لفوق كده اهو، يبقى تلاقي ان الانثال بتاع اي اعلى من بي اعلى من سي. ليه؟ لانك انت زودت كميه بخار ميه، والبخار ده اصلا عشان يتكون خد ليتنت هيت من مصدر ما وطلع بي واتحد مع الهواء، يبقى الهواء كده اكتسب كمان انرجي اكتر اللي هو الانثال بتاعته اكتر. وعرفت مع بعض المره اللي فاتت لو انت فاكر حاجه اسمها تي ديو بوينت. بنجيب التي ديو بوينت ازاي؟ لو انا عندي نقطه ولتكن اي، اعمل ايه؟ افضل ابرد 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 اهو. يعني ايه كلمه ابرد؟ يعني مجرد ان انا بعمل عمليه تمبريتشر بتقل، سنسبل كولينج، معناه ان الدبليو كونستانت، يعني كميه بخار الميه والدراي اللي موجوده فوق مع الدراي اير ما بتتغيرش لغايه لما اوصل لفاي 100% وانزل اخد القرايه. القرايه اللي هقراها دي هي دي اسمها التي ديو بوينت. وبالتالي هتلاحظ بقى ان التي ديو بوينت، ديو بوينت لو نقطه تكون ندى اللي عندها يبدا الجو كان فيه بخار ميه قيمته مثلا 10 جرام، عندها يبدا بقى لو بردت سنه كمان مش هيقدر يشيل 10 جرام دول ويبدا يكثفهم على الاسطح، يكون ندى على الاسطح. ادي التي دراي بال، هي نفسها التي ديو بوينت، يبقى دراي بالب على المحور اكس، هي بقت التي ديو بوينت، هي نفسها اهي قطعت مع مين؟ مع التي ويت بالب، وكلهم قيمتهم واحده. ليه؟ لان احنا عند حاله اللي هي نقطه الساتوريتد اللي هي على خط فاي 100%. طيب ده اللي احنا اتعرفنا عليه المره فاتت او لغايه دلوقتي، مفيش جديد. ايه اللي احنا عايزين بقى نكمل فيه؟ عايزين نعرف الاجراءات. طب وانت بتعمل اجراءات ليه على الخريطه؟ ايوه ما ننساش الهدف، احنا هدفنا في المنهج ده اللي هو الاتش فاك، اللي هو الهيتنج والفنتليشن والاير كونديشننج، ان انا عايز اظبط اعدل اتحكم في حاله الجو اللي موجود او الهواء اللي موجود جوه الغرفه عشان الناس تشعر بحاجه اسمها الكومفورت. فانا بدور على حاجه اسمها الكومفورت. زي ما انت شايف الراجل ده قاعد في مكان في مكتب بس الجو حر مش عارف يشتغل. الحقيقة ان الكومفورت معناها ايه؟ معناها ان انا احقق مجموعه من الشروط. اللي احنا بنتعلمه مع بعض غالبا هو مين؟ هو ان ازاي اتحكم في الدراي بالب تمبريتشر، درجه حراره الجو اخبارها ايه؟ والريليتيف هيوميتي عامله ازاي؟ الجو النهارده زي ما شايفين اهو الجو حر ورطوبه عاليه، هل ده انت قاعد مستريح؟ لا. طب انا محتاج اشغل التكييف ازاي؟ التكييف يظبط بقى الهواء ده جوه المكان اللي انا قاعد فيه عشان اقدر اشتغل واخد محاضرات واذاكر، او ان انا اعمل عمليه مثلا بروس معينه في مصنع، او كل الحاجات دي محتاجه انا ابقى عارف البروس بقى تتم ازاي. طب والهدف ايه؟ ان احقق الكومفورت. الحقيقه ان مش مجرد بس هيوميتي ودرجه حراره، لكن كمان معانا حاجه اسمها حركه الهواء. ساعات بنلاقي كده الناس قاعدين في اجهزه التكييف لكن تصميم الدكت كان غلط، تصميم الاير اوتلت كان غلط زي ما هنشوف بعد كده في الشابتر اللي جايه. نتيجتها ايه؟ ان واحد قاعد جوه الاوضه متلج، الهواء رازع فيه فمتلج، وزميله قاعد الناحيه الثانيه، مكتب مثلا معماري ولا مكتب استشاري، وتلاقي التكييف نازل على مهندس قاعد تحت المكتب، وفي المكتب التكييف جاي عليه على طول، وزميله اللي جنبه المكتب اللي جنبه الهواء مش جاي عليه خالص، وتلاقي الجو حر مع انه نفس الغرفه. ولما تقيس درجه الحراره كافريج معقوله صح، والهيوميتي معقوله، لكن حركه الهواء مش مظبوطه. فمن ضمن الحاجات برضك حركه الهواء، ما تبقاش سريعه،
ما يبقاش الهواء متسلط في حته وحته تانية، لا تاني حاجه ان محتاجين فريش اير، مش مجرد هواء وخلاص، ما هو لازم يكون يحتوي على دايما هواء متجدد بما يكفي عاد الناس اللي موجوده تتنفس. طبعا كل ما عاد الناس تزيد محتاجين فريش اير اكتر. وبرضك في نظم هنشوفها بعد يعني في المحاضرات اللي جايه، هل الهواء ده بيجي لوحده يعني بيسموه انفلتريشن ولا لا انت عامل له حاجه اسمها فنتليشن؟ في علم لوحده اسمه علم الفنتليشن، يعني مجرد بس انا مش مطلوب مني اكيف المكان، لا انا مجرد بس اعمل تهويه للمكان، عشان كده هو اسمه علم اسمه هيتنج وكولينج، هيتنج وفنتليشن اند اير كونديشننج، يعني هيتنج وكولينج وفنتليشن، يعني في جزء ممكن اعمله بس فنتليشن، يعني في مصانع ما فيش فيها تكييف مجرد بس بيعمل تهويه مراوح يكفي. في ممكن لما يحصل حاجه اسمها في المولات بيحصل حاجه اسمها الحريق، فمن ضمن الطرق ان انا احمي الناس ان اي سموك يحصل اعمل له حاجه اسمها فنتليشن، بيبقى في دكتات للسموك وفي تصميم ازاي ان انا اتخلص من الدخان اللي بيطلع ده بسرعه، وفي دكتات ليها، او ممكن استخدم اجهزه التكييف الضغط بتاع التكييف نفسها ان انا اخد العادم ده واخرجه بسرعه بسرعات عاليه جدا عشان الناس ما تتاثرش بالعادم وتتخنق، ممكن الناس ما تموتش من الحريق تموت من الخنق من انها تتخنق انها ما فيش اكسجين. طيب كمان حاجه تانية، هل الهواء ده كلين؟ انا جبت هوا من بره وفريش، بس في تراب، ما ينفعش الناس دي هتبقى عامله ازاي. طيب حاجه تانية، هل المكنه اللي انا مشغلها عامله نويز لدرجه ان انا مش قادر اركز؟ دي برضك من ضمن المشاكل، كل دول من اسباب الايه حدوث الكومفورت. حاجه تانية اللايتنج، ان انا محتاج اقعد في اضاءه تكون واضحه، العفش ولونه والفرنتشر والحاجات دي، محتاجين كل الحاجات دي بتخش معايا في الحاله النفسيه اللي قاعد بيشتغل. لكن احنا هنركز النهارده على ايه، ان انا ازاي اظبط بس درجه الحراره ورطوبة. عشان كده في حاجه اسمها عندي حاجه اسمها الكومفورت زون. لو رجعنا للخريطه بقى، فين الكومفورت زون دي؟ المكان اللي كومفورت زون، الحقيقه ان هم عملوا ابحاث كتير لقوا ان البني ادمين يستطيعوا انه يشتغلوا بكفاءه اعلى، يعني انت مع نفسك انت بتقارن نفسك لو انا اشتغلت في ظروف جويه مختلفه، لقوا انه افضل اداء او اعلى اداء بيحصل امتى؟ لو انا شغال ما بين درجتين حراره 21 و27 في الرينج ده. طول ما التكييف او الاوضه درجه حرارتها في الرينج ده فانت كده في حاجه اسمها الكومفورت زون. الحقيقه مش مجرد درجه حراره بس زي ما اتفقنا، كمان رطوبه ما بين 60% وبين 30%، اقل من كده مش مناسب واعلى من كده برضك مش مناسب. طب اما الاقصى ظروف صعبه يعني صعب قوي الواحد يعيش فيها، المنطقه دي، المنطقه اللي انت شايفها دي فوق اللي انا عاملين عليها دايره ديت باللون الاحمر، دي اللي هي هوت وهيوميد. يعني ايه هوت وهيوميد؟ يعني درجه الحراره عاليه وفي نفس الوقت الرطوبه عاليه، الاثنين دول صعبين جدا، صعب. وزيها المنطقه الناحيه الثانيه اللي هي كولد قوي، فيري كولد، وفي نفس الوقت رطوبه قليله، الاثنين دول اكستريم صعب. انما لو يعني الجو كان درجه حرارته عاليه بس ما فيش فيه رطوبه برضك الانسان يستطيع يتحمله مفيش مشكله، او جو بارد بس رطوبته عاليه، مش بارد قوي يعني رطوبه عاليه ومتوسط درجه الحراره، برضك الدنيا يعني يستطيع يتحمل. لكن البيست انك تعيش في الكومفورت زون في منطقه ما بين قلنا 21 27 ومن 30% ل 60%. طيب المعلومه دي تفيدني في ايه في الحياه؟ الحقيقه انها ممكن عشان اوفر كهرباء، فانا لو انا بتكلم في الصيف مش لازم اشغل التكييف لغايه لما يوصل درجه حراره الاوضه لغايه 21، لان هبقى من الجو مثلا سي عند 45 عشان انزل درجه حراره لغايه 21، بقى معناها بنتكلم ان الكويل نفسه او درجه حراره الجهاز نفسه ممكن تبقى اقل من كده، تلاقي الناس بتيجي تشغل التكييف تشغلي على 16 17 18 ارقام منخفضه جدا، فده بيخلي جهاز التكييف يستهلك كهرباء كتير. بما ان انت ممكن على الحدود دي يعني ما بين 24 25 26 حتى تستطيع انك تعيش في الكومفورت ودرجه الحراره كويسه، فانت ممكن تخلي التكييف بتاعك يشتغل في الصيف عند درجه حراره بين رينج 24 25 كويس قوي، ان انت تحس بجو لطيف وفي نفس الوقت ما تدفعش فاتوره كهرباء كبير. ممكن تجرب الكلام ده السنه دي. طيب حاجه تانية في الشتاء بقى، بدل ما نشغل الدفايه بحيث ان الجو الاوضه يوصل ل 30، لا انت ممكن بس توصل لغايه 21. يبقى في الشتاء انا هسخن لغايه هنا بس بدل ما اسخن ده كله، وبالتالي هوفر في الطاقه. نفس الكلام في الصيف، انا هبرد بس لغايه الحته دي بدل ما برد لغايه 21، وبالتالي هوفر في استهلاك الطاقه.
واضح يا شباب استفدنا ايه من الكومفورت زون والتعامل مع الخريطه بان انا احقق الكومفورت زون. الحقيقه ان الكومفورت زون مش مجرد بس خاص بالبني ادمين، لا ساعات بيبقى مطلوب مني مكان ما، يعني مثلا مصنع والمصنع ده فيه ادويه، فما مش مهمتي الكومفورت زون المكان ده على فكره، مش المصنع كله لا، يعني الغرفه دي او ممكن يبقى في عندي دكت او بيمشي فيها عمليه بروسس كيميائيه ممنوع يكون فيها بخار مي اصلا، ففي الحاله دي انا محتاج احقق شروط العمليه الصناعيه، او مثلا غزل ونسيج، ففي عندي مكن، المكن ده محتاج دايما القطنه اللي بيتحول في الاخر من شكل كده هايش كده الى خيوط، واخد الخيوط دي واعمل منها نسيج. الخيوط دي لو اتقطعت كل شويه معناه ان انا هوقف المكنه واقعد اظبط حاجات، طبعا كده انت بتعطل الانتاج. طب والحل ايه؟ لا انا عايز حاجه تخلي دايما القطنه دي طريه وعمرها ما تتقطع، او تبقى نسبه انها تتقطع احتمالاتها تقل. اه فلازم يبقى الجو مشبع بخار ميه عالي جدا، هو هنا مش هدفه العامل ولا كومفورت البني ادمين. طبعا مع تطور التفكير والصناعه والكلام ده بدا يستعمل انه المكنه نفسها عليها انكلوجر او غلاف هي اللي بيحصل فيها الكلام ده، مش كل المصنع بتاع الغزل والنسيج. لكن زمان لا، مصانع الغزل والنسيج بتاع زمان كانت تبقى المكان كله رطب، حتى العمال كانوا بيعانوا صحيا بسبب القصه دي، لكن كان ده الواقع. انما دلوقتي بالمكن الحديث لا، انا ممكن اعمل غلاف على المكنه ويبقى الغلاف ده هو اللي مكيف، وهو اللي درجه حرارته عاليه فيها مثلا درجه حراره معينه ورطوبه عاليه جدا ما تاثرش على العامل، يبقى المهندس في حته او العامل في حته والمكنه او البروسيس في حته تانية. فمش شرط كلمه كومفورت زون انها بس تبقى البني ادمين، لا ممكن يكون كومفورت لحاجه تانية او تحقق شروط اخرى عشان عمليه صناعيه معينه. طيب السؤال بقى اللي احنا جايين النهارده نفكر فيه مع بعض اللي هو ازاي امشي على الخريطه ديت، يعني ايه؟ يعني الخريطه ديت عامله زي اتجاهات كده، شمال وجنوب وشرق وغرب. فلو انا مشيت زي ما انت شايف كده على الخريطه من نقطه ما يمين زي ما انت شايف كده، هعملها هايلايتد باللون الاخضر اهو، لو انا ماشي كده العمليه دي معناها ان انا عندي عمليه هيتنج وبنسميها سنسبل هيتنج، يعني انا وانا قاعد في المكان انا بشعر في سنسنج في احساس انه التمبريتشر بتزيد، الجو بقى حر. وعكسها لو عملت كولينج اهو، لاحظ ان ده على الخريطه معناها ايه؟ ان الدبليو كونستانت، يعني لا انا بزود بخار ميه ولا بقلل بخار ميه. بعكس في اجراءات تانية اهي، لو انا عمال ازود بخار ميه بس مع ان التمبريتشر واحده اهي، تي دراي بالب في الخط اللي انا رسمه الازرق ده هي ما اتغيرتش، بس انا كل شويه عمال اعمل ايه في الدبليو؟ بزودها بزودها بزودها، معناها ان انا عمال ازود كميه بخار الميه في الجو، يعني باكسب الهواء ليتنت هيت. وعكسها لو قدرت انزل لتحت عند نفس التي دراي بالب معناه ان انا عمال اقلل بخار الميه اللي في الجو في الاوضه اللي انا بتكلم فيها، يعني كلمه الجو اقصد بيها الغرفه اللي انا بتكلم فيها. فدي عمليه بنسميها دي هيوميديفيكيشن. يبقى لو طلعت لفوق في الخريطه دي بعمل حاجه اسمها هيوميديفيكيشن، ولو نزلت لتحت بعمل حاجه اسمها دي هيوميديفيكيشن. لكن غالبا الجهاز اللي عندي او البروس اللي انا عايز اوصل لها بتعمل ميكس بين حاجتين اتنين، يعني لو انا ماشي في الاتجاه دوت اهو اللي هو عامل زي كمان ايه شمال شرق اهو هيتنج، وفي نفس الوقت بعمل هيوميديفيكيشن، يبقى اي خط بيجمع ما بين الهيتنج والهيوميديفيكيشن اسمه هيتنج اند هيوميديفيكيشن. طب لو مشيت في الاتجاه ده يا شباب يبقى اسمه ايه؟ اهو يبقى اهو بعمل كولينج وهيوميديفيكيشن. طيب لو مشيت ما بين الربع اللي هو الثالث دوت كده في الخريطه اهو، مشيت في الاتجاه ده يبقى بعمل كولينج اند دي هيوميديفيكيشن، ببرد الجو وفي نفس الوقت بقلل بخار الميه. طب لو مشيت في الاتجاه ده اخر حاجه عندي، لو عملت عمليه هيتنج وكان يصاحبها دي هيوميديفيكيشن، يعني بسخن او بدفي الجو او الجو بتاع الاوضه يعني، وفي نفس الوقت بقلل بخار الميه اللي فيه. الكلام اللي انت بتقوله ده كلام جميل جدا على الخريطه، ايوه يعني هيتعمل ازاي على ارض الواقع، يعني مش مجرد تصميم بس. طيب قول لي ايه المكنه، ايه الحاجه اللي ممكن تعمل الكلام دوت. فده الخطوات اللي احنا هنمر بيها في المحاضره دي، ايه الاجراءات اللي ممكن يعني او ايه الاجهزه اللي ممكن تعمل الاجراءات دي على الخريطه. طيب تعال نبص كده كنظره عامه عشان بس قبل ما ندخل في الاجراءات دي، هي الاجراءات دي بتحصل فين ولا فين جهاز التكييف ده فين؟ يعني احد نظم التكييف اللي هنشوفها بعد كده انه ادي الغرفه اللي انا حسبت لها
فاكر احنا قلنا كان حسبنا ايه من الغرفة دي؟ اه معلومتين اتنين، ها كيو بكام؟ وقلنا ممكن نقسمهم الى كيو سنسبل وكيو ليتنت للروم، ودخلنا معاهم الفنتليشن كمان بكام، وحاجة اسمها سي اف ام اللي هو قد ايه فوليوم فلوريت محتاجينه عشان الاكسجين يبقى موجود في المكان ده بشكل كويس. ادي المعلومة الاولانية. طيب وهندخل هواء منين؟ اه لو انت خدت بالك من الغرفه دي فوقها في حاجه اسمها سقف ساقط، او ممكن يكون دكت بنسميها السبلاي دكت، زي ما انت شايف كده اهي، ادي السبلاي دكت اهي. الهواء ده بيعدي من حاجه اسمها ديفيوزر، المفروض ان هو يوزع الهواء جوه المكان بحيث الناس تشعر بانه في ميكسنج كويس ودرجه حراره كويسه ورطوبه كويسه. طيب وزي ما في انبوت لازم يكون في اوتبوت، لازم يكون في سورس في ساوند سينك، فبنجمع الريتيرن نسميه ريتيرن اللي هو خلاص الهواء اكتسب بقى بخار ميه وزاد درجه حرارته، اخد الهواء بقى دوت واعمل له ريتيرن ارجعه، ارجعه لفين؟ ادي المكنه اللي انت شايفها اللي هي الحته دي، احد الطرق التكييف المركزي، حاجه بنسميها الاير هاندلنج يونت زي ما انت شايفها دي اهي، بيجي لها الهواء ريتيرن، وبعدين كمان بيجي لي هواء من بره اهو اوتسايد اير، بيحصل لهم الاول ميكسنج مع بعض، في حبه برميهم، حبه من الريتيرن ده بيترمي للجو ده اكس هوست، وفي حبه بيحصل لهم ميكسنج، وبالتالي اعديهم بقى على الجهاز اللي هو سنترال اير هاندلنج يونت اللي هو ممكن تبقى كولينج كويل، ممكن يبقى في الشتاء هيتنج كويل، ممكن يبقى في عندي اير ووشر زي ما هنشوف. هي دي اللي انا بتكلم عليه النهارده كله، جاي اتكلم على مين؟ ايه اللي موجود جوه البوكس ده؟ شايف البوكس الحته دي؟ ايه هي الاجراءات اللي ممكن اعملها جوه القصه دي او الاير هاندلنج يونت عموما، يعني بحيث يطلع لي الهواء كونديشند اقدر بقى اوزعه على الغرف، لو انا بتكلم على مثلا مول او فندق بقدر اوزعه ازاي بحيث انه كل الغرف تكون فيها جو مناسب. طيب زي ما انت شايف اهو، ادي برضك نفس القصه دي، ادي فندق مثلا بيبقى عندي ادي الاير هاندلنج يونت اهي لكل دور، وبالتالي بقى عندي دكت بتسحب الهواء من الغرف اسمها ريتيرن، وفي هواء جاي لي من بره بيعمل لي ميكسنج، وفي جزء بنرميه اقول ويعدي بعد كده على مين؟ ها الاير هاندلنج يونت يتظبط، وبعدين اوديه على كل غرفه في كل دور. تمام كده؟ طيب اجهزه التكييف غالبا تبقى فين؟ المساعدات بتاعتها فين؟ زي غلايه في الشتاء محتاجين ميه سخنه، الغلاية اهي محتاجين دايما جهاز تكييف اللي هو بيسموه ريفريجن سايكل اللي هو الفريون، يعني موجود فين؟ اللي هو تحت تشيلر موجود تحت. وزي ما انت شايف ادي الاوضه اللي قاعد فيها المهندس اللي هو دايما فيه ربطشيات جوه اي فندق او اي مول، طالما شغال 24 ساعه لازم يكون في عندي ربطشيات، في حد قاعد بيبص ويراقب الكلام ده، في حاجه غلط، في حاجه بتسرب، حاجه مش مظبوطه، في عطل ما، عشان يتدخل بسرعه ويحل المشكله دي. ده الكولينج تاور، ده احد برضك الاجزاء اللي هنتعرف عليها واحنا ماشيين في المنهج بتاعنا. طيب ايوه، يعني ايه المعادلات اللي احنا هنستفاد بيها او هنستخدمها واحنا شغالين عشان نعرف نقيم البروسيس اللي هتحصل ديت؟ ما تنساش عندنا مجموعه قوانين عمرها ما هتغير، اسمها ايه؟ حاجه اسمها الماس بالانس او الكونتينيوتي ايكويشن اهي. لازم الماس اللي دخلت على الجهاز هي بالظبط كميه الماس اللي خرجت منه، هيروح فين؟ يعني الجهاز مش هياكل الماس دي، مش هيخزن الماس دي، احنا دايما بنشتغل شغلنا كله ستيدي ستيت، يبقى سيجما الماس ان يساوي سيجما الماس اوت. ممكن يكون عندي اكتر من فرع، ما فيش مشكله، فرعين ثلاثه خارجين، او ممكن يكون عندي اكتر من انبوت، اثنين انبوت وفي الاخر واحد اوتبوت، ما فيش مشكله، يبقى مجموع الماس ان لازم يساوي مجموع الماس اوت. وزي ما عملت بالانس على الماس كتوتال، الحقيقه ان انا ممكن اعمل ماس على كل كومبوننت، يعني ايه؟ يعني ممكن اعمل ماس على الاكسجين والنيتروجين فقط لوحدهم، وبالتالي انا ممكن اعمل بالانس على الماس بتاعه الميه ال H2O في صوره بخار لوحده. دي كده كده ايه كونتينيوتي ايكويشن. طيب ايه كمان تاني عندنا من المعادلات؟ مفيش غير هم حاجتين اثنين، يا اما كونتينيوتي ايكويشن يا اما حاجه اسمها الانرجي بالانس اللي هي الفيرست لو، لو انت فاكر في الثيرموداينامكس ان كل الكيو اللي كانت داخله او خارجه او الكيو نت، الشغل اللي كان داخل او خارج، غالبا احنا ما عندناش الترم بتاع الورك ده، لازم يساوي ايه؟ يساوي سيجما الماس فلوريت في الانثالبي او الهيت اللي دخل عن طريق الانثالبي والانثالبي اوت، توتال انثالبي اوت.
ادي الفيرست لو، يعني من الاخر كيو ماينس الورك نت ها هيساوي دلتا الانثالبي توتال. نتعامل مع الريت يبقى دوت دوت دوت. واضح يا شباب؟ هي دي القوانين احنا ممكن نستخدمها. تعال نمسك اول اجراء. لو انت بصيت على الاير هاندلنج يونت الثانيه اهي اللي انا كنت موريك من شويه، شايف كان في هواء اهو جاي لي ريتيرن وهواء جاي لي من بره، واضح ان انا عندي بوكس هنا بيحصل فيه عمليه ميكسنج. فاول اجراء محتاجين نتعرف عليه مع جهاز البروس التكييف اللي هي بيسموه الميكسنج. لو انا عندي ميكسنج ما بين تو ستريمز اوف اير، ايه هم المكونات بتاعتهم او البروبرتيز بتاعتهم ايه؟ اهو انا عندي هواء عند نقطه واحد، الهواء ده عند تي دراي بلب وليكن مثلا 30 درجه مئويه، وعندي هواء جاي لي من عند اثنين وليكن تي دراي بلب وليكن قيمته مثلا 20 درجه مئويه. السؤال بقى الميكس ده هيكون عند كام؟ لو درجه الحراره دي ودي كمان معاهم كميه، يعني في عندي ماس 1 وماس 2 او ماس فلوريت 1 وماس فلوريت 2، لو كانوا الاثنين قد بعض اكيد انا متوقع ان التمبريتشر 3 دي تكون في النص الافرج يعني اللي هو 25. لكن انا عايز معادله وعايز طريقه تعرفني على طول هي التمبريتشر دي بكام. تعال الاول قبل ما نعمل القصه دي نتخيل لو انا عندي تانك بالمنظر ده يحتوي على ميه H2O ميه، والتانك ده درجه حرارته كام؟ وليكن 10 درجات مئويه. ايوه بس كتلته كام؟ كتلته 90 كيلو جرام. معايا يا شباب؟ طيب وعندك كوبايه اهي، الكوبايه دي درجه حرارتها كام؟ وليكن مثلا 50 درجه مئويه. ايوه بس 1 كيلو جرام من الميه. لو انت صبيت ال 1 كيلو جرام دلوقتي او ال 10 كيلو جرام دول ها على ال 90 كيلو جرام، هل هيحدث تغير كبير في درجه الحراره؟ لا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هتلاقي انه الكتله عشان هي كبيره اللي هي 90 كيلو جرام، فالبروبرتيز اللي هي التمبريتشر هتبقى في الاخر المحصله ناحيتها، يعني ممكن الاقي ان التمبريتشر في الاخر اللي هي الفاينل 11 12 وهكذا. تاني كده بقى الكتله الكبيره خلت البروبرتيز بتاعت الفاينل قريبه منها. طب ما هو بنفس الفكره، لو انا عندي بقى ايه؟ الاثنين دول عندي هواء عند نقطة واحد وهواء عند نقطة اثنين وعايز اجيب الهواء عند ثلاثة، ايه المعادلات اللي تحكم القصة دي؟ اهو ادي الماس، لو بتتكلم ماس 1 زائد ماس 2، ماس فلوريت 1 وماس فلوريت 2 لازم تساوي الماس فلوريت 3. عايز تفاصيل ممكن، يعني ايه؟ يعني ممكن اقول والله الماس فلوريت بتاعت الدراي اير بس الاكسجين والهيدروجين ها زائد الماس فلوريت بتاعت ها الدراي اير بس عند اثنين لازم تساوي كميه الاكسجين والنيتروجين اللي عند ثلاثه. وبالتالي كمان عندي الماس بتاعت الووتر فيبر اللي هو نقطه واحد زائد الماس بتاعت ال H2O فيبر عند اثنين لازم تساوي الماس فلوريت بتاع الفيبر عند ثلاثه. هم كلهم معنى واحد بس دي ممكن اطلع منهم بثلاث معادلات. دي اول حاجه اسمها كونتينيوتي ايكويشن. الحاجه اللي بعدها اللي هو الهيت. تعال نطبق الفيرست لو. انا الكيو دوت طبعا ده اوبن سيستم، اهو السيستم اللي انا بتكلم عليه اهو واضح ان فيه باوندري، واضح ان فيه ماس بتعبر الباوندري، يبقى بنتكلم على اوبن سيستم. كيو ماينس او الهيت ريت ماينس الباور اللي هو الورك دوت هتساوي ها ام دوت. انهي ام دوت؟ احنا بنتكلم بقى على فاينل اللي هي 3 في اتش كام؟ 3 بكده الفاينل اهو ماينس الانيشال. ايوه الانيشال ده اللي هو مين؟ ام 2 في H2 و M1 في H1. أنا لا عندي شغل، مفيش عندي شغل في المنطقة دي خالص، ده ميكسنج، ولا عندي هيت، لا سخنت ولا بردت. إذا هوصل في النتيجة لإيه؟ إن M.3 H3 لازم تساوي M.2 H2 زائد M.1 H1. يبقى دي معادلة الإنرجي إيكويشن، واللي فاتت دي كانت معادلة الماس فلو ريت أو الكونتينيوتي إيكويشن. يعني ما عندكش طريقه يعني تبقى اسهل من القصه دي نتعامل معاها؟ طيب ما هو لو بصينا على الخريطه تاني، فين الخريطه؟ اهي لما كنا بنرسمها اهي، ادي ال W وادي ال T dry bulb محور بتاعه
واكيد انت عندك نقطه واحد دي ليها كونديشن وليكن اهو، وادي نقطه اتنين وليكن ده الكونديشن بتاعها. تتوقع نقطه الميكس فين؟ انت لسه قايل لي لو كانت دي ب 30 درجه مئويه وده ب 20 درجه مئويه، اهو ده ب 30 وده ب 20 درجه مئويه، اكيد يعني هتبقى ان بتوين. ايوه بس البروسس دي انا عايز اسويها بروس، يعني كان في ستريم رايح مع التاني. فلو ايه انك لو وصلت ما بين الاثنين دول مع بعض، اهو عملت خط مستقيم بالمسطره كده على الخريطه ما بين نقط واحد واثنين، اكيد نقطه ثلاثه تقع على هذا الخط. فين نقطه ثلاثه بقى؟ هتبقى في النص ده. امتى؟ لو الاثنين ككتله، كتله واحد قد كتله اثنين، يبقى اكيد النقطه بتاعتي فين؟ في النص. طب تعالى نتخيل حاجة تانية، إن الكتلة بتاعت نقطة واحد كبيرة جدا. كتلة واحد كبيرة جدا، يعني مثلا احنا قلنا كام؟ تعالى نقول إن ده حوالي 90 كيلو جرام بير سكند، وده بس 10 كيلو جرام بير سكند. ده هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي إلى إن نقطة تلاتة استحالة تكون في النص. أمال هتكون فين؟ هتبقى قريبة من الكتلة الأكبر. أيوة الكتلة الأكبر عند كام؟ ها؟ عند 30. يعني فين بقى نقطة 3؟ أهي أدي نقطة 3. تاني هوا عند 20 بس كميته 10 كيلو جرام، هوا تاني 30 عند 90 كيلو جرام، لو اختلطوا مع بعض هيطلع درجة الحرارة كام؟ 90 دي أكبر بكتير، فهيبقى هم الأغلبية اللي هي عند كام؟ عند 30. فتقريبا درجة الحرارة ممكن تبقى مثلا كام؟ 28، تبقى 27 أهي. 27. تاني بقى معلش عملت. آدي الشكل بتاعي. آدي نقطة واحد. آدي نقطة اتنين. هوصل ما بينهم. الكتلة اللي عند واحد 90 كيلو جرام بس عند 30 درجة مئوية، والكتلة دي ب 10 كيلو جرام عند 20 درجة مئوية. فالميكس عمره ما يكون عند الأفريج، أمال الميكس هيكون فين قلنا؟ قرب الكتلة الكبيرة. لدرجة إنك لو تخيلت إن ال 10 كيلو جرام دول بقوا بزيرو، المحصلة هتكون فين؟ هتبقى عند 30. كل ما الماس بتاعت اتنين تزيد هتبدا النقطه تتحرك ناحيه كام؟ اتنين. طيب يبقى نقطه الميكس اللي هي تلاته اهي، ادي دي عند 30 وده عند 27 وهنا ده عند اللي 20 اصلا. ايه اللي انت هتلاحظه؟ هنلاحظ الاتي، هنلاحظ ان انا عندي المسافه ده اهي صغيره والمسافه دي كبيره، اللي هي من 3 ل 2 مسافه كبيره، لكن المسافة من واحد لاتنين مسافة صغيرة. هنعتبر بقى المسافة الكلية اللي هي من واحد لاتنين كما لو كانت، كما لو كانت هي دي التوتال، يعني الطول كل ده بيعبر عن مين؟ عن ام 3، ام دوت 3 توتال. طب يا شباب ها، يبقى من واحد لتلاتة اللي هي الحتة الصغيرة بتعبر عن انهي كتلة؟ بتعبر عن الكتلة الصغيرة اللي هي مين؟ ام دوت 2 اللي هي كام؟ 10 كيلو جرام. طيب وام دوت 1 بيعبر عنها المسافه من 3 ل 2 دي اللي هي ام دوت 1. لو الكتلتين ام دوت 2 وام دوت 1 قد بعض كانت فين نقط 3؟ فعلا هتبقى في النص، يبقى الطول 1 ل 3 قد بالظبط من 3 لكام؟ ل 2. طب انت عايز تقول ايه؟ بالطريقه دي انا اقدر اوصل لنقطه 3 بسهوله. ازاي؟ اهو بما ان انت بتقول اهو بالاطوال، أنا ممكن أجيب الطول المسافة يعني من 3 لواحد على المسافة من واحد لاتنين هي تعبر عن مين؟ أهو الكتلة بتاعت اتنين على الكتلة الكلية 3. من المعادلة الأولانية أنا عندي ام دوت واحد معروفة 10 30 90 كيلو جرام، وام دوت اتنين معروفة اللي هي ب 10 كيلو جرام، مجموعهم كام؟ 100. خلاص يبقى ام دوت 3 ب 100 كيلو جرام معرفة. طب وام دوت 2؟ ما انا عارفها ب 10، يبقى 10 على 100 يعني 0.1 هي الريشيو ما بين المسافه من 1 ل 3 على المسافه من 1 ل 2 المسافه الكليه. وهي لو انت حبيت تقول برضك نفس الكلام، ام دوت 1 على ام دوت 3
بتساوي المسافة من واحد، سوري، من اتنين لتلاتة على المسافة من واحد لاتنين. طيب ده كده بالمسطرة، يعني على الخريطة ممكن استخدم المسطرة واقيس، ينفع. طب انا ممكن كمان اعمل حاجة تانية، اعمل ايه؟ ممكن اعبر عن القصة دي بطريقة تانية. اهو ادي الخط وادي الخريطة، ادي نقطة اتنين وادي نقطة واحد وادي نقطة تلاتة. طيب من عندي الخريطة دي انا ممكن انزل كده اهو، تديني حاجة اسمها تي دراي بالب كام؟ اتنين اهو، ودي اهي تي دراي بالب كام؟ تلاتة، ودي كام؟ اهي تي دراي بالب واحد. طب ما هو بنفس الطريقة الريشيو ما بين واحد تلاتة على واحد اتنين، طب ما هي هي. لو كنت بتقول لي الريشيو من تي على دراي بالب واحد وتلاتة على التمبريتشر من واحد لاتنين، هي نفس الريشيو ولا لا؟ يبقى بالتالي ام دوت اللي احنا قلنا عليها دي ام دوت مين؟ ام دوت اتنين على ام دوت توتال اللي هي تلاتة، ام دوت تلاتة هي هي كمان. لو كنت قلت لي التمبريتشر بتاعت الدراي بالب بتاع نقطة واحد ماينس تي دراي بالب تلاتة على تي دراي بالب واحد ماينس تي دراي بالب اتنين، يبقى ممكن استخدم التمبريتشر ريشيو تعبر عن الماس ريشيو. كمان في حاجة كمان ممكن اعملها اهو، لو بصيت على نقطة واحد، ما هي واحد دي ليها W او اوميجا 1، وتلاتة ليها اوميجا 3، واتنين ليها اوميجا 2. طب ما هي بنفس الكيفية، لو بصيت على الريشيو اهو، المسافة دي من واحد لتلاتة، طب ما هي دي الاوميجا من واحد لتلاتة، ومن واحد لاتنين، طب ما هي تمثل اوميجا من واحد لاتنين، هي نفس الريشيو دي، يعني نفس الكلام ده ممكن يساوي ايه؟ اوميجا واحد ماينس اوميجا تلاتة على اوميجا واحد ماينس اوميجا اتنين. بكده يعني اتعرفنا ان انا ممكن اجيب التمبريتشر تلاتة او نقطة الميكس من الخريطة ازاي؟ اوصل ما بين النقطتين من الاخر كده، اوصل بين النقطتين اتنين، معايا الكتلة اي واحدة منهم على الكتلة التوتال، انا عندي التمبريتشر واحد واتنين او اوميجا واحد واوميجا اتنين، هيبقى المجهول الوحيد بالنسبة لي اوميجا تلاتة او تي دراي بالب تلاتة. هتعمل بيها ايه؟ اروح داخل في الخريطة بقيمة تي دراي بالب تلاتة، اقطع الخط اجيب نقطة تلاتة. يبقى الخطوات بتاعتنا تاني، لما يكون عندي عملية ميكسينج كل اللي هتعمله ايه؟ اهو ادي الخريطة سكتش كده، وقلنا دايما في مسائل الخريطة الاتش باك، اي مسائل تجيلك لازم ترسم الخريطة عشان تبين انت عارف. ادي نقطة واحد وادي نقطة اتنين، هتعمل الخطوات اهو، هروح موصل ما بينهم. طيب وبعدين اجي اقول والله ادي دي ليها اوميجا واحد ودي ليها اوميجا اتنين، نفس الكلام ده ليه تمبريتشر واحد دراي بالب ودي تمبريتشر اتنين دراي بالب. انا مشكلتي فين؟ مش عارف فين نقطه 3 على الخريطه، احطها فين بالظبط؟ انا عارف انها ان بتوين بس فين بالظبط مش عارف. فكل اللي هتعمله اهو ادي ام دوت وليكن 2 على ام دوت توتال 3، انا عندي ام 1 معروف وام 2 معروف، يبقى ام 3 دي اعرف اجيبها اللي هي ام 1 زائد ام 2، يبقى كده الرقم ده عندي وام 2 عندي، ها هتساوي كام بقى؟ هتساوي المسافه اهي. لو كانت عندي 3 موجود على الخريطه كان هيبقى المسافه ده اهي تمثل ام دوت 2، خد بالك احنا جنب واحد يبقى 2، والثانيه ده اهي هي اللي بتساوي ام دوت 1. فلو قسمت ام دوت 1، سوري، ام دوت 2 على ام دوت 3، كاني بقول ايه؟ كاني بقول تمبريتشر مين اهي تي 1 ماينس تي 3 للحته ده اهي على تي 1 ماينس تي 2، كل دول عندك، المجهول هو مين؟ هو تي 3. اخده روح داخل الخريطه بقى فعلا في اللي معايا الشارت الحقيقيه، روح داخل قطع الخط اجيب فين نقطه 3 بنفس الكيفيه لو كنت عوضت اوميجا، اوميجا 1 واوميجا 2 عشان تجيب قيمه اوميجا 3. طب ما في الحاله دي اعمل ايه؟ اروح داخل باوميجا 3 اقطع اجيب النقطه اوميجا. مشكلة ان الايرور فيها عالي، لكن التمبريتشر بيبقى ايه؟ افضل لو اتعاملت مع التمبريتشر. تمام يا شباب؟ طيب ده بالنسبة للميكسنج اهو، ادي الخريطة بتبقى عاملة ازاي، وادي الجهاز اللي هو الاير هاندلنج اهو، الهواء جاي له فريش من نقطة، ادي ستريم الاولاني، وادي الريتيرن اير اللي هو اتنين، ميكسنج مع بعض يبقوا تلاتة.
فانا ممكن اقول الريشيو بين واحد واثنين او واحد على التوتال او اثنين على التوتال زي ما انت عايز وزي ما انت شايف بالمنظر. كمان في كمان عندي حاجه كمان تانيه، ايه هي؟ زي ما انت شايف كده انه ممكن استخدم الانثالبي اهو، انثالبي 2 وانثالبي 3 اللي انا عايز اعرفها، وده انثالبي 1، ما هو كله نفس الكلام ده نفس الريشيو اهي. يبقى المسافه من 2 ل 3 على المسافه الكليه، يبقى لو جبت ام دوت 2 على ام دوت 3 هي هي، كنت بقول ايه بقى؟ فرق الاتشات اتش 1 ماينس اتش 3 على اتش 1 ماينس اتش 2، كل دول سواء جبتها بالاوميجا، جبتها بدلتا الانثالبي، جبتها بدلتا التمبريتشر، كلهم بنفس المعيار. وجي الكلام ده منين؟ انك طبقت الكونتينيوتي ايكويشن على الهواء وعلى الووتر فيبر، وطبقت الانرجي ايكويشن على ميكسنج بروس. دي اول اجراء عندنا، اجراء الميكسنج. دايما معظم المسائل بتاعتنا هيكون فيها ايه؟ ميكسنج. تعال نشوف مساله بتقول ايه. بيقول لي عندي 300 متر مكعب بير مينت من الفريش اير. خد بالك هنا مش مديك بقى ماس فلو ريت، لا ده مديك فوليوم فلو ريت، مديني هنا فوليوم فلو ريت من الفريش اير. عندي كام؟ عند 30 درجه مئويه دراي بالب تمبريتشر. الرمز ده مقصود بايه؟ دراي بالب تمبريتشر. والريلاتيف هيوميتي بكام؟ ب 50 اهو. روح جاي على الخريطه اهو راسمها كده، انا عندي نقطه واحد اعرف ارسمها. ايه المعلومات اللي عندي؟ انا عندي معلومه بتقول ان الفاي ب 50%، ادي خط 50%، ادي فاي ب 50%. وايه كمان تاني؟ عندي تمبريتشر ب 30 يعني درجه حراره عاليه اهي 30 اهي، يبقى كده جبت نقطه كام؟ واحد. هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ميكس مع 800 متر مكعب بير مينت لهواء عند كام؟ عند 22. فين 22؟ اهي ادي 22. ايوه بس عند درجه رطوبه كام او عند تي ديو بوينت بكام؟ قال لي بس خد بالك ان الكلام ده عند ديو بوينت بتاعتها قيمتها ب 10. اجيبها ازاي ديت؟ ما انا مش عارف. الحل ان انا امشي بالعكس، ديو بوينت كنا بيبقى عندي نقطه واروح امشي كونستانت دبليو، اخبط الخط بتاع فاي 100% انزل اجيب الديو بوينت. لكن هو هنا مديني العكس، هو مديني الديو بوينت. فين الديو بوينت بتاعتي؟ اهي ديو بوينت اهي ب 10، تي ديو بوينت ب 10. هتقطع الخريطه فين؟ اهي فاي 100%، كما لو كنت ان انت جاي بالراجع كده. يبقى قطعت فين؟ اهي ادي نقطه 2. يبقى نقطه 2 دي لو كنا بردناها لغايه فاي 100% كانت هتقطع وتجيب لي التي ديو بوينت ب 10. يبقى كده احنا عرفنا نجيب نقطه 2 بس بالراجع. طيب كده جبنا 2 وجبنا 1، ايه اللي انت عايزه؟ انا ما يهمنيش بقى الخطوط دي كلها، انا اللي يهمني بس نقطه 2 فين ونقطه 1 فين. هتعمل فيهم ايه؟ محتاج ايه بعد ما جبت نقطه 1 و2؟ انا هعمل عمليه ميكسنج. الميكسنج فين؟ اهو اروح موصل ما بينهم خط مستقيم اهو. اكيد نقطه 3 تقع عليهم. ايوه بس انا لازم اكون عارف الماس. انت هنا ما عندكش ماس، انت عندك فوليوم فلوريت. ايوه ما هو الماس بتاعت 1 عبارة عن الفوليوم فلوريت واحد اللي هو قالك ب 300 اهو، بس لازم اضربها في مين؟ في سبيسيفيك فوليوم واحد. طب وهجيب في سبيسيفيك فوليوم واحد؟ مش احنا اتفقنا ان اكيد نقطة واحد دي بيمر بيها خط وليكن سبيسيفيك فوليوم 1، ولو مش لاقيه اعمل انتربوليشن. نفس الكلام نقطة 2 اهي ليها سبيسيفيك فوليوم 2، وبالتالي ام دوت 2 بتساوي فوليوم فلوريت 2 مضروب في سبيسيفيك فوليوم 2. لان سبيسيفيك فوليوم هو مقلوب الدنستي، يعني كاني ماس على دنستي اساوي فوليوم، او فوليوم في مقلوب الدنستي تديني الماس فلو ريت. فكده ارقام الكيلوجرام بير سكند بقى عندي. بس خد بالك ده كيلوجرام بير مينت ولا بير سكند مش هيفرق معاك، لانك انت في الاخر هتستخدم ريشيو بير سكند او بير مينت، بس اهم حاجه ان الاثنين يكونوا بنفس الوحدات. طيب كده احنا اول خطوه عرفنا ازاي نرسم النقط على الخريطه، وعرفنا ازاي نجيب قيمة الماس فلوريت. السؤال بقى فين نقطة 3؟ أكيد إن بتوين. طب هتعمل إيه عشان تجيب نقطة 3؟ محتاج أستخدم الريشيو اللي إحنا قلنا عليها قبل كده. أكيد نقطة 3 دي تنتمي إلى إيه؟ إلى الخط ده somehow هنا. طيب وده هيعمل إيه؟ ده هيخليني أقسمني الخط ده إلى أهو تي 3 اللي أنا مش عارفها للأنون، أو أوميجا 3 اللي أنا مش عارفها. أنا عندي أوميجا 1 وعندي اوميجا 2 وعندي تي دراي بالب 1 وتي دراي بالب 2، او ممكن كمان على فكره اهو اتش 1
وعندي اتش 2 ولسه مش عارف فين اتش 3، وبالتالي انا ممكن استفاد بالقانون اللي هو ام دوت 2 على ام دوت توتال 3. اهو فين حته ام 2؟ الحته دي، الحته دي اللي هي ام دوت 2. وفين التوتال؟ اهو الطول الكلي يعبر عن ام دوت 3. وبالتالي انا ممكن اشوف بقى يناظرها ايه الحتت دي، يا اما اقول W1 ماينس W3 على W1 ماينس W2، او ممكن اقول H1 ماينس H3 على H1 ماينس H2، او اقول T1 ماينس T3 على T1 ماينس T2. بس تاخد بالك من حاجه، ان انا التمبريتشر اللي بتكلم عليها دي دايما ها تي دراي بالب، مفيش حاجه اسمها تي ويت بالب. اهو يا اما هجيب H3 يا اما هجيب اوميجا 3 يا اما هجيب T3، دول عشان اعمل بيهم ايه؟ عشان ادخل بيهم فعلا في الخريطه اهو واجيب فين نقطه 3 على الخريطه. طيب بعد ما جبنا نقطه 3 بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي انا عايزك تقول لي الانثالبي بكام؟ ما خلاص ما احنا جبناه. الهيوميتي ريشيو بكام؟ ما احنا جبناها اوميجا. عايز الريليتيف هيوميتي بكام؟ ما خلاص ما هو اكيد بالنقطه دي بيمر بيها خط فاي. اكيد جبت فاي، اعرف اجيب فاي 3. بيقول لي احسب السبيسيفيك فوليوم، طب ما انا اكيد بيمر بيها خط سبيسيفيك فوليوم. عايز اجيب الديو بوينت بتاعتها، طب ما احنا قلنا هنمشي لغايه فاي 100% وتنزل تاخد القرايه دي تديك الايه؟ الديو بوينت. تمام كده؟ طيب بكده احنا شفنا مساله على الميكسينج. ايوه يا باشمهندس. هو تمام وكل حاجة، بس في حد عايز يخش برضه الميتنج ومش عارف. مفيش حد اهو. ماشي اوكي. ها تاني يا شباب، اي سؤال في الجزء بتاع الميكسنج، البروس بتاعت الميكسنج، هل في اي سؤال فيها؟ تمام كده؟ طيب تعال نشوف. لو انا عندي بقى عمليه ثانيه اسمها ايه؟ هيتنج. كلمه هيتنج وكلمه سنسبل. سنسبل دايما معناها ايه؟ انا هحس وانا قاعد كده ان التمبريتشر عماله تزيد. طب ده بيعملوه ازاي؟ عندي هيتنج كويل. هيتنج كويل ده ممكن يكون ميه سخنه معديه، دي الفنادق فعلا بيبقى عباره عن هيتر او راديتور عباره عن ميه سخنه معديه، او ممكن يبقى فعلا الكتريك هيتر سخان كهرباء زي الدفايات اللي عندنا في البيت، او ممكن يبقى تكييف يعني جهاز تكييف بس احنا مشغلينه فين؟ في الشتاء على حاجه اسمها هيت بامب، يعني مشغلين الفريون السخن ناحيه الاوضه هو ده اللي عمال يطلع حراره، او ممكن يكون عندي مكان ما في ستيم زياده فممكن اعمل ستيم هو اللي يعدي جوه الكويل ده يقوم ايه يدفي. كل دول مصادر الحراره. كان اللي يهمني البروسيس دي عملت ايه في الاير. تعال نشوف الاول، ادي الرسمه اللي قدامك اهو، ادي السيستم بتاعي، ادي الدكت بتاعتي اللي دخل فيها الاير عند نقطه واحد، الاير عند نقطه واحد وهيطلع عند اتنين. مبدئيا كده السؤال اللي عايز اسالكم، نقطه واحد دي مش فيها اكسجين ونيتروجين اللي هو بيسميه ام دراي اير صح؟ هل ام دراي اير واحد تختلف عن ام دراي اير 2؟ يعني هل الاكسجين والنيتروجين لما يعدوا على هيتنج كويل هيزيدوا او يقلوا؟ لا. طيب وحاجه ثانيه، هو كميه بخار الميه يعني الاتش 2 او اللي في صوره بخار اللي هي عند واحد، لما في عندي مثلا سي 10 جرام بخار ميه معديين على هيتنج كويل فسخنوا، هل لما سخنوا وراحوا الناحيه الثانيه بقى ام ايه ها فيبر 2 هل زادوا ولا قلوا؟ الحقيقه لا زادوا ولا قلوا. انت حاجه بتسخنها هتزيد ليه ولا هتقل ليه؟ انت لا زودت ولا قللت، انت زودت درجه حراره لكن ما زودتش كميه، ما زودتش جزيئات، ما زودتش جزيئات. يعني معنى الكلام ده ايه؟ اقسم بقى الاثنين دول على بعض. ما انا عارف ان ام فيبر 1 على ام دراي اير 1 دي اللي هي اوميجا 1، وانا عارف ان ام فيبر 2 على ام دراي اير 2 اللي هي اوميجا 2، وانت بتقول لي اهو الام فيبر ما اتغيرش وام دراي اير ما اتغيرش، يعني الريشيو دي اخبارها ايه؟ ما اتغيرتش، يعني السبيسيفيك هيوميتي ما
ما اتغيرتش. اذا الاجراء ده سيمبلي كده انا اقدر اقول عليه ان هو كونستانت دبليو. الاجراء ده اقدر اقول عليه ان هو كونستانت اكس او كونستانت دبليو، يعني السبيسيفيك هيوميتي هتفضل ثابته، او السبيسيفيك هيوميتي اللي هي اكس دي هتفضل قيمتها ثابته. فين على الخريطه الكلام ده؟ اهو ما انا ادي الخريطه بتاعتي، ادي اتجاه زياده التي دراي بالب، وليكن عندي نقطه في الشتاء كان درجه الحراره بتاعتها مثلا سي ب 15 درجه مئويه، ادي نقطه واحد، وانا مشغل الهيتنج كويل ده عشان يعمل عشان يسخن الغرفه. طيب فانت عملت رحت جبت هيتنج كويل، الهيتنج كويل ده درجه حرارته كام؟ سطح بتاعه درجه حرارته كام؟ مثلا 35 درجه مئويه. فالهواء لما هيعدي عليه اللي عنده 15 درجه مئويه هيعمل هيسخن. يسخن يعني يبقى درجه حرارته كام؟ ها 17 18، طول ما هو ماشي عمال يسخن لغايه لما يوصل لغايه كام؟ هيمشي ازاي كبروسس؟ اتفقنا اهو انه هيمشي كونستانت اكس او كونستانت دبليو اهو. ايوه هيروح لغايه فين؟ اقصى حاجه في اوصل لها كام؟ اهو لو انا قدرت اوصل بالجهاز ده كفاءته 100% يبقى ادي ال 35، ادي النقطه اللي كان ممكن يوصل لها. النقطه دي بنسميها ايديال، يعني ده درجه حراره الكويل اللي هي كام؟ 35. هل الجهاز فعلا يقدر يوصل الهواء من 15 ل 35؟ الحقيقه لا، لان مفيش حاجه اسمها جهاز كفاءته 100%، لانه الحقيقه مش كل الهواء هيقدر يعمل كونتاكت مع الكويل، في جزيئات هتهرب وهتعمل حاجه اسمها باي باس، شايف اهي ماشيه بعيد عن الكويل. الخط الازرق ده انا ممكن اعمل له اكبر شويه اهو، شايف هواء بارد وهرب مني ما عداش على الكويل، وفي هواء تاني لا الهواء ده هو اللي عدى فبدا يسخن، يسخن اهو عمال يزيد درجه حرارته اهو بتزيد بتزيد اهو لغايه لما بقى كام؟ اهو هوت، هو ده اللي عمل كونتاكت. طيب بعد ما الاثنين دول عملوا كونتاكت، واحد عمل باي باس بنسمي ده باي باس والتاني عمل كونتاكت، متوقع يا شباب الميكس يبقى فين؟ هيبقى في عندي عمليه ميكسنج هنا. هوا فعلا قدر يوصل ل 35 وهوا لسه عند 15 ما حصلوش حاجه، فنقطة الميكس فين؟ الأغلبية هم اللي عملوا كونتاكت، الأغلبية هم الأيديال، لا الأغلبية هم اللي وصلوا ل 35. يبقى نقطة 3 هتكون مكانها فين؟ أهي قرب نقطة الأيديال. يعني كام مثلا؟ ممكن نوصل ل 30 درجة مئوية. يبقى دي نقطة 2 في الحقيقة. طب ليه نقطة 2 مش منطبق على نقطة الأيديال؟ لأن مفيش حاجة اسمها جهاز كفاءته 100%. طيب وبالتالي بقى هيبقى عندنا كلام جديد، إيه هو الكلام الجديد؟ تعريف كفاءة الكويل، الهيتنج كويل ده كفاءته بنسميها الافشنسي. أو ساعات بيسموها حاجة اسمها الكونتاكت فاكتور. هو قدر يعمل كونتاكت قد إيه؟ نسبة قد إيه؟ الكونتاكت فاكتور دي في رينج 85% 90% في الرينج دوت 80%. طيب وعبر عنها إزاي الافشنسي دي؟ تعال نبص على الطول تاني، أنت ممكن تقيس الطول اللي هو حققه أهو، هو قدر فعلا يمشي من كام؟ من واحد لاثنين، مع ان انت كان نفسك انه يوصل من واحد لغايه كام؟ الايديال، كان نفسي ان درجه الحراره تتحقق من 15 تتحقق لغايه كام؟ 35. لكن هو قدر يوصل لغايه كام؟ لغايه 30 بس. يبقى ادي الريشيو دي اللي هي هو سخن الهواء مني من 15 لغايه 30 ده الحقيقه، وايديال كان هيوصل من واحد لغايه ايديال اللي هي من 15 ل 35. يبقى لو قسمت طولين الطول ده على الطول ده يديني الريشيو، يعني لو جبت المسطره كده وقست المسافه من 2 ل 1 على المسافه من نقطه الايديال ل 1 بالظبط يطلع عندي حاجه اسمها الافشنسي او الكونتاكت فاكتور. طب ما هو ممكن اعبر عن الكلام ده كمان بالتمبريتشر اهو، تي 2 ماينس تي 1 انا اقصد دراي بالب طبعا على تي الكويل، الكويل عند 35 ماينس تي 1 اللي عند 15. طب لو واحد قال لك انا اصلا عندي كويل وهبيع لك الكويل ده بتاع الهيتنج وكفاءته 85 وانت عندك الهواء عند 15 والكويل درجه حرارته كام؟ 35. السؤال هيوصل لفين نقطه 2؟ انا ما اعرفش، فانا هعمل ايه؟ هيبقى عندي الرقم ده معروف، الكونتاكت فاكتور معروف او الافشنسي معروفه، تي 1 ما هو انا الهواء عندي معروف اللي هو نقطه الهواء اللي انا عايز ادفيه اهو،
وعندي درجة حرارة الكويل اللي هو الراجل قال لي ب 35، المجهول الوحيد هو عندي مين؟ تي 2. هتعمل ايه بتي 2 بقى؟ روح داخل الخريطة فعلا واقطع الخط اللي بيوصل ما بين نقطة واحد وايديال واجيب نقطة 2. خد بالك ان البروسيس نفسها ثابتة كـ W او X كونستانت. ليه؟ لان لا زودت بخار ميه ولا قللت بخار ميه، لا زودت اكسجين ولا قللت اكسجين، لا زودت نيتروجين ولا، وبالتالي W عباره عن ايه؟ كميه بخار الميه على التوتال. طب ما هم ما اتغيروش، لا انا غيرت بخار ميه ولا غيرت دراي اير، فالريشيو دايما قيمتها ثابته. طبعا انا ماشي في اتجاه محور اليمين كده اللي هو تي دراي بال، لان انا بسخن عملت سنسبل هيتنج. طيب يبقى كده انا عرفت انه عندي مواصفات للهيتنج كويل. ايه المواصفات؟ اول حاجه احنا خدناها دلوقتي ان الكويل ده لازم يكون انا موصف له تي كويل، اهو من ضمن الشغل بتاعك في البروجكت هتقول لي والله انا محتاج في الشتاء اعمل هيتنج ودرجه حراره الكويل يبقى كام. طب هتجيب الكلام ده منين؟ من الكتالوج. هتفتح الكتالوج وتقول والله الشركه الفلانيه بتبيع هيتنج كويلز وانا هختار الموديل الفلاني، والموديل الفلاني دوت هو اللي حقق لي الظروف اللي عندي في الفيلا، وبالتالي تي كويل كذا. بس لا، كمان معاه حاجه اسمها الكونتاكت فاكتور. بس غالبا انت لما هتفتح الكتالوج مش هتلاقي كلمه كونتاكت فاكتور، امال هتلاقي ايه؟ هتلاقي حاجه اسمها باي باس فاكتور. ايه ده؟ امال ايه حكايه الباي باس فاكتور؟ فاكر الماس اللي هربت مني بعيد عن الكويل؟ هي دي اللي بنسميها الباي باس. فبيعرفوا حاجه اسمها الباي باس فاكتور اللي هو 1 ماينس الكونتاكت فاكتور، او يعني 1 ماينس الافشنسي. ايه مقصود بالكلام ده؟ على الخريطه اهي انا كنت عند نقطه واحد صح، وكان نفسي اوصل لنقطه الايديال صح، ولو وصلت بين الاثنين مع بعض ادي الخط اللي انا كنت هوصل امشي عليه اللي هو كونستانت ايه قلنا، ها دبليو. لكن في الحقيقه انا وصلت لغايه فين؟ نقطه 2. فين الجزء اللي انا ما استفدتش بيه؟ الحته دي اللي انا ما قدرتش احققها. امال الكل فين اهو؟ انا مشيت من واحد لاثنين ما استفدتش بالحته من اثنين لغايه ايديال، ولكن الطول الكلي كان واحد لكام؟ الايديال. فلو قسمت الحته اللي ما استفدتش بيها اللي هي بقى هنا كام؟ الطول من اثنين للايديال، قارن المره اللي فاتت احنا كنا بنقول اهي، شوف كنا بنقول المسافه اللي استفدت بيها، شايف الاخضر الحته اللي استفدت بيها من واحد لاثنين. المره دي بنتكلم على مين؟ بنتكلم على الجزء اللي ما استفدناش بيه من اثنين للايديال على الطول ما بين ها نقطة واحد ونقطة الايديال. طب انا ممكن اعبر عن الكلام ده بتمبريتشر؟ اهو ما انت ممكن تيجي هنا وتقول لي تمبريتشر، يبقى كأنك بتقول تي 2 ماينس تي الكويل على تي 1 ماينس تي الكويل. انا التمبريتش الكويل ده اشتريته، فانا عارف التي كويل بتاعه كام، الهواء عندي عارف درجة حرارته تي 1 بكام، المجهول الوحيد هو تي 2. ادخل بتي 2 في الخريطه اعين نقطه واحد، فبعمل حاجه اسمها سكتش الاول واتخيل هي هتبقى فين، اظبط الحسابات بتاعتي اطلع قيمتها بكام، ادخل بقى الخريطه الحقيقيه واجيب نقطه 2 دي في الخريطه. كان ممكن اعمل حاجه ثانيه، ايه هي؟ ان اروح اجيب اتش، ما هو كل واحده من دول ليها انثالبي اهو، اتش 1 واتش 2 واتش ايدل. طب ما يبقى نفس الكلام ده الافشنسي او الكونتاكت فاكتور ممكن اعبر عنه بالتمبريتشر، او ممكن اعبر عنه بالاتشات اهو، اتش 2 ماينس اتش الواحد على اتش كويل ماينس اتش واحد. يبقى المجهول الوحيد مين؟ هو اتش 2. نفس الكلام هنا، هعبر عن القصه دي بكام؟ الريشيو دي اهي الباي باس فاكتور ب اتش اللي هي 2 ماينس اتش كويل على اتش 1 ماينس اتش كويل. المجهول الوحيد فعلا هو اتش 2. ادخل الخريطه من هنا اهوت واعين الاتش بتاعتي، وبعدين اقطع بيها الخط من واحد للايديال واجيب نقطه 2 فين. هل دي المواصفات الكليه اللي انا على اساسها بشتري الكويل؟ ها خدنا كام مواصفه لغايه دلوقتي؟ خدنا حاجه اسمها الباي باس فاكتور او الكونتاكت فاكتور، كفاءه الكويل او الايه الباي باس فاكتور، تمام. وخد بالك ان الباي باس فاكتور هو 1 ماينس الكونتاكت فاكتور، يعني لو كان كفاءه الكويل ده 80% يبقى الباي باس 20%، كفاءه الكويل ده 85% يبقى الباي باس فاكتور 15%، يعني بيسرب 15% ما بيستفادش من 15%، كفاءه 90% يبقى
بيعدي مني 10% ما بيستفادش بيه. طب دكتور، ايوه يا باشمهندس. هو ايه التي اللي جاي مع الكويل دي؟ مش فاهم. مش الكويل دوت الستيم او الميه السخنه او درجه حراره السطح بتاع الكويل ليه درجه حراره كام؟ اللي بنسميها تي كويل. عشان الهواء ده يسخن محتاج حاجه سخنه، الحاجه دي اللي هي ايه؟ الكويل. الحاجه دي مش بعدي ميه في الكويل ولا مش؟ ايوه، بعد ما عديت الميه في الكويل سطحه بقى كام؟ نفس درجه حراره الميه ولا مش نفس درجه حراره الميه؟ واتيفر ماشي ماشي، يبقى في الاخر ده اسمه ايه؟ احنا بنعرفه ان اسمه ايه؟ تي كويل. تمام تمام كده. طيب ايه كمان؟ هل دي المواصفتين بس دول؟ لا، الحقيقه في كمان مواصفه كمان تانيه. ايه هي المواصفه التانيه؟ حد يفكر يقول لي ايه هي المواصفه كمان التانيه؟ ثلاث مواصفات قلنا بنعرف، ها، الباي باس فاكتور اللي هو 1 ماينس الكونتاكت فاكتور، وايه كمان تاني؟ ها، تي كويل بكام، وكمان حاجه اسمها الهيت كاباسيتي، القدره بتاعته وانت هتسخن قد ايه. طب ودي اجيبها منين؟ من الفيرست لو. لو طبقت الفيرست لو على السيستم ده، ها، السيستم ده اوبن ولا كلوز؟ اوبن سيستم، كيو دوت هيتنج ماينس الباور، انا ما عنديش هنا باور، هتساوي، ها، ام دوت اير. طب ما هو الهواء اللي معدي هو الام دوت اير، ما فيش حاجه فيه مختلفه. فرق الاتشات ما بين نقطه ايه فاينل اللي هي الحقيقه حصل بكام اللي هو 2، وانيشيال كان عند اتش 1. يبقى من الخريطه هروح اجيب اتش 2 واتش 1 اهو، اتش 2 واتش 1 عندي، ارقام اتش 2 واتش 1 عندي، وهعوض بيهم هنا، والماس عندي. المجهول الوحيد ايه؟ الاتش بتاعت الهيتنج كام. وبالتالي لما اجي اوصف الكويل انا عارف الباي باس فاكتور او الكونتاكت فاكتور، عارف التي كويل بكام، وعارف الكباستي بكام كيلو وات، بل هيطلع معايا قدره الهيتنج كويل او هيتنج اليمنت ده كام كيلو وات الكباستي بتاعته. دي ثلاث مواصفات للجهاز بتاع الهيتنج. اي سؤال لغايه دلوقتي؟ احنا كده خدنا كام اجراء؟ خدنا اجراءين اثنين، اجراء الميكسنج واجراء الايه؟ ها؟ الهيتنج. يا شباب خد بالك، هنا بنقول سنسبل هيتنج ليه؟ لان انا بشعر وانا قاعد في المكان ان الجو بدا يدفى، الجو كان بارد بدا يدفى، درجه الحراره عماله تزيد. ادي الشكل بتاعي. طب برضك لو طبقت الكونتينيوتي ايكويشن او طبقت الفيرست لو هيجيب لك الترم ده اهو. طيب تعالى نبص بقى على حاجه ثانيه. لو بعمل حاجه اسمها كولينج، لو بعمل عمليه كولينج، تعالى بس نفتكر حاجه مع بعض. لما كنا بنتكلم المره اللي فاتت على الخواص بتاعت الهواء، وكنا بنتكلم على التي ديو بوينت، قلنا ان الهواء اصلا، ها، لو انت فاكر، ها، قلنا ان الاير عباره عن، او المويست اير او الفريش اير، قلنا ان هو حتتين اتنين، حاجه اسمها دراي اير وحاجه اسمها ايه؟ ووتر فيبر اللي هو H2O. الاكسجين والنيتروجين دول اسمهم دراي اير. طب وبخار الميه؟ لا، ده اسمه ووتر فيبر. وبما ان كميه الووتر فيبر قليله، ارجع بقى القانون بتاع دالتون للضغوط اللي هو قال لي ايه؟ قال لي ان البي توتال اللي هو البي اتموسفيرك يعني، ها، بيساوي البي دراي اير اللي هو ضغط الاكسجين والنيتروجين و و ها وضغط بخار الميه. لو انت فاكر كان ضغط بخار الميه اخباره ايه؟ كتير ولا قليل؟ كان رقم ضعيف جدا. فين الرقم دوت؟ اهو، حوالي، ها، 1 من 100 بار. ايوه، الميه لو لوحدها بيور على التي اس دياجرام زي ما انت شايف اهي، الميه لو كانت بيور كان الضغط لما يكون 1 بار، ميه لوحدها ضغطها 1 بار، فلازم تغلي عند 100. لكن احنا ما بنتكلمش على كده، احنا بنتكلم على بخار الميه اللي موجود في الجو، مش موجود لوحده، موجود مع حاجات تانيه. فهو لوحده الكتله بتاعته الصغيره دي عامله ضغط كام؟ لا، عامله ضغط قليل جدا. قيمته كام؟ 0.001. طب وده بيناظر تمبريتشر كام؟ لو انت فاكر سميناها ايه؟ سميناها ديو بوينت، كانت كام؟ 8. ايوه، انت الجو دلوقتي درجه حرارته كام؟ 25 اهي. احنا جسمنا ده 37، لما نيجي نتنفس بنطلع بخار ميه، ايوه، عند كام؟ عند 37. فين ال 37 اهي؟ 37 لما تقطع الخط بتاع الضغط اللي هو 0.01 بار، ها، النقطة بتاعتك فين؟
في منطقة إيه؟ ها النقطة بتاعتي في منطقة السوبر هيت أهو. يبقى أنا كده عندي خليط ما بين بخار مية وما بين الأكسجين والنيتروجين يعني، فأنا فقاعد في منطقة الإيه؟ السوبر هيت. يبقى البخار اللي أنا بنتكلم عليه دوت اللي هو في الجو حالته سوبر هيت. ليه؟ عشان الضغط ماله قليل. طيب ده اللي احنا اتكلمناه في المره فاتت، مفيش كلام جديد. لكن الكلام اللي احنا كنا بدانا نكلمه المره فاتت، لو عملنا عمليه تبريد، يعني عندي غرفه اهي وبدات ابرد الغرفه دي، لو انت فاكرين المره فاتت قلنا ان انا عندي الغرفه دي كان فيها كميه بخار ميه ام فيبر وليكن 10 جرام. طيب فين النقطه بتاعتي؟ اهي ادي ال 25 وادي خط الضغط، النقطه دهيت ولتكن نقطه واحد، اي خط الضغط اللي هو 0.01 بار، والتمبريتشر اللي هي 25 قطعت بره في السوبر هيت. فانت بتتكلم كده النقطه بتاعتك فين في السوبر هيت. لو انت بدات تبرد الغرفه دي اللي لونها اخضر دي، لو بدات تبردها اهو، بقينا دخلنا كام؟ بقينا 20 درجه مئويه، بقينا 15 درجة مئوية. ايه اللي بيحصل للنقطة؟ نقطة واحد دي بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها ايه؟ هتلاحظ انها ماشية على الخط بتاع الضغط اهو. ماشية على الخط بتاع الضغط. كل اللي بيحصل انها عمالة ها؟ بقت هنا، بقت هنا، لغاية لما وصلنا لغاية نقطة كام؟ 2. يمشينا من 1 لـ2 لغاية دلوقتي. انت فين يا شباب؟ في السوبر هيت. لغاية فين انت في السوبر هيت؟ لغاية لما افضل ابرد، لغاية لما اوصل لغاية كام؟ لغاية لما اوصل 8 درجة مئوية. لما حوصل عن 8 درجة مئوية كده انا وصلت لغاية فين؟ نقطة 3. فكتير كده احنا قلناها المره فاتت، كنا حتى مسمينها نقطه A وB وC والكلام ده كله. طول ما انت درجه الحراره بتاعه الهواء ما وصلتش ل 8، كل اللي بتعمله ايه؟ هلاقي ان الجو درجه حرارته بتقل وخلاص. سؤال تاني، ها نقطه 1 اللي هي فين اهي؟ شايلة يا شباب كام جرام بخار مية؟ عايز أعرف M فيبر 1 كام بخار مية؟ احنا قلنا الغرفة اهي كان فيها بخار مية قيمته 10 جرام. أنا عايز حد يقول لي ونقطة 2 ها شايلة كام؟ ونقطة 3 ها شايلة كام؟ كام جرام؟ التلاتة يا دكتور شايلين 10 بالظبط 10 جرام، كلهم شايلين 10 جرام. مهما بردت اهو من 1 لـ2 لـ3 كل دول طالما بتبرد في المنطقة دي، فأنت كل اللي بتعمله مجرد إن الهواء بيبرد بس، لكن ما بغيرش في بخار المية. طب ما لو أنا ما بغيرش في بخار المية وكمان لا بغير في الأكسجين والنيتروجين، يبقى أنا كده كمان ما بغيرش في الدراي إير أهو. يبقى M فيبر كونستانت وام دراي اير كونستانت، معناه ان الاوميجا اخبارها ايه؟ كونستانت. ده اسمه ايه بقى القصه دي؟ بعمل حاجه اسمها سنسبل كولينج اهو. هواء هيجي عند المنطقه اللي انت شايفها دي اللي انا بشاور عليها واحد، ويعدي على حاجه اسمها كولينج كويل. كولينج كويل ده عباره عن فريون او ميه ساقعه، يقوم الهواء بس وهو معدي درجه حرارته بقى لا بتتغير فقط، بس بيحافظ لا انا غيرت بخار ميه ولا غيرت اكسجين ونيتروجين اهو. فهيطلع الناحيه الثانيه عند نقطه 2 كل اللي حصل فيه ايه؟ ان التمبريتشر بتاعته مشيت من 30 بقت كام؟ بقت 14. ومشيت ايه بقى الاجراء بتاعي؟ كونستانت دبليو. الاجراء ده على الخريطه ازاي ترسم؟ اهو ادي النقطه بتاعتي اللي كانت سي مثلا عند 30 درجه مئويه، ادي نقطه 1 اهي. احنا هنا لا غيرنا بخار ميه ولا غيرنا دراي اير، يعني العمليه بتاعتي ماشيه كونستانت دبليو. نقطه لو انت فاكر كانت نقطه اي بكام اهي؟
25 بردنا لغاية 20 اهو، بردنا كمان لغاية 15 اهي. طول ما انا ماشي ماشي فين اهو على الخط ده constant w w constant. السؤال بقى اقدر اعمل العملية دي لغاية فين، اقدر ابرد لغاية فين وانا ماشي ومحافظ على w constant، محافظ على بخار مياه ثابت لغاية فين؟ 8 بالظبط، لغايه لما اوصل عند فاي 100% اهي دي اللي هي 8. طول ما انت درجه حراره الهواء ما نزلتش منك عن 8 يبقى انت بتعمل حاجه اسمها ايه؟ اسمها سنسبل كولينج فقط. بمشي على الخريطه فين؟ ماشي شمال اهو، ببرد فقط دبليو كونستانت. طب انا لو جبت كويل، تعالى نتخيل الكويلينج كويل ده، ها الكولينج كويل ده درجه حرارته، درجة حرارته ولتكن مثلا كام؟ 15 درجة مئوية. في كويل اهو ب 15 درجة مئوية. يبقى أقصى احتمال أنا ممكن أوصل له في نقطة 2 أهو، أدي ال 15. لو كفاءة الجهاز ده أيديال يبقى نقطة 2 بتاعتي فين؟ أهي. طيب لو جبت جهاز الكويل درجة حرارته ولتكن 10، يبقى في الحالة دي هيبقى النقطة بتاعتي كام؟ اهو خليت ديت التمبريتشر بتاعها ب 10. يبقى انا هقدر اوصل لغاية فين اهو؟ الرقم ده بكام؟ ب 10. يبقى ادي نقطة 2. طب جبت جهاز الكويل درجة حرارته كام؟ 8. ها؟ هقدر أوصل لغاية فين يا شباب؟ أهي لغاية 5 بكام؟ لغاية 5 100%. اللي عندها التمبريتشر بكام دلوقتي؟ ها؟ التمبريتشر بكام دلوقتي؟ 8. وكل دول اسمهم ايه؟ اي واحده من الاجراءات اللي انا اتكلمت عنها دي برضك بعمل حاجه اسمها سنسبل كولينج، مجرد وانا قاعد في الاوضه بشعر ان التمبريتشر بتقل فقط. طيب يبقى طول ما الكويل، لو انت خدت بالك بقى درجه حراره الكويل، طول ما الكويل دي اكبر من، ها طول ما الكويل درجه حراره الكويل اكبر من او تساوي تي، ها ديو بوينت اللي هي كانت بكام هنا عندنا المساله دي بتاعتنا ب 8، طول ما انت اكبر منها او حتى سويتها انت بتعمل عمليه اسمها ايه؟ سنسبل كولينج. يعني بتعمل ايه على الخريطه؟ ماشي على الخط ده، على البي على التي اس دايجرام، انت ماشي على الخط ده لغايه لما هتوصل لغايه النقطه دي الاخير نقطه اللي هي عندها خلاص تمبريتشر بقت بكام؟ ب 8. ده اقصى حاجه ممكن تحصل، ده اسمه ايه؟ سنسبل كولينج. طيب ما هو بنفس الكيفيه، ما فيش حاجه اسمها كفاءه لكويل 100% كولين كويل كفاءته 100%. يعني معناها ايه؟ معناها ان في شويه هواء هيعملوا حاجه اسمها باي باس، هيمشوا بعيد عن الكويل. شايف اهو ماشيين الخط الازرق ده بعيد عن الكويل، وحبه هيعملوا كونتاكت، في حبه هم اللي هيعملوا كونتاكت، هم اللي هيمشوا على الكويل. وبالتالي انا ممكن اعرف حاجه اسمها باي باس فاكتور او الكونتاكت فاكتور، كونتاكت فاكتور او الافشنسي بتاع الكويل اللي هي 1 ماينس الباي باس فاكتور. طيب على الخريطه ده معناه ايه؟ ادي النقطه بتاعتي اهي نقطه 1، كان عندي كويل وليكن درجه حرارته اهي تي كويل اهو. طالما انا شغال سنسبل انا كان المفروض امشي لغايه فين؟ لغايه النقطه ده اهي، دي اللي هنسميها ايديال. لكن الحقيقه انه ما وصلش لنقطه الايديال، هو اكيد هيبرد اقل شويه، يعني بدل ما كنا هنمشي من 30 لغايه لما نوصل عند الكويل اللي عند سي مثلا 12 درجه مئويه، لا ده احنا وصلنا لغايه فين؟ وصلنا بس لغايه 14 ادي نقطه 2 لغايه 14 درجه مئويه بس. يبقى كده عندي الحته دي اللي هي من 1 ل 2، هو ده اللي انا استفدت بيه، هو ده الافشنسي.
على التوتال، يبقى لو قسمت الطول ده اللي هو من واحد لاتنين على الطول الكلي هعرف حاجة اسمها الافشنسي. يعني بالمسطرة كده، لو جبت اتنين واحد على المسافة من واحد لايديال كده جبت الافشنسي. او ممكن اعبر عنها زي ما اتفقنا قبل كده بالتمبريتشر، اهو تي واحد ماينس تي اتنين، طبعا انا بتكلم على دراي بالب، على تي واحد ماينس تي كويل، ها يمثل الافشنسي او الكونتاكت فاكتور. وما تنساش ان انت ممكن تشوف الكلام ده بوجهه نظر ثانيه عن طريق الانثالبي. اهو انا ممكن اعبر عن الكلام ده ب اتش 1 ماينس اتش 2 على اتش 1 ماينس اتش اللي بتناظر قيمه الكويل، النقطه اللي عندها الكويل. كل الكلام ده منطبق لغايه فين؟ ده لو وصلت درجه حراره الكويل لغايه كام؟ 8. تعالى نشوف كده شكلها هيبقى عامل ازاي لو انا كنت وصلت الكويل بتاعي الى درجه حراره من 30 بقى لغايه كام؟ لغايه 8. اهو ادي النقطه بتاعتي اللي هي عند 30، ادي التمبريتشر دي بتناظر ديو بوينت قيمتها كام؟ اهو النقطه ده اهي، لو كنت نزلت لغايه 100% هناظر تمبريتشر الاقيها بكام؟ 8 اهي. ادي الكونستانت دبليو بتاع نقطه واحد، لو فضلت ماشي 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 لغايه لما اقطع 100% هنزل اقرا رقم كام؟ 8. ودي اللي سميناها تي ديو بوينت. فلو انت اخترت الكويل بتاعك تي كويل وظبطت الكويل بتاعي عند تمبريتشر 8 درجه مئويه، الحقيقه ان برضك هيستمر الايه التمبريتشر بتاعتي بتحصل لها كولينج فقط، لكن مفيش تغير في كميه بخار الميه ولا الدراير. وبالتالي انا عندي كده النقطه بتاعتي الايديال بقت فين؟ اهي اللي هي عند خط فاي 100%. هلاقي نقطة الايديال بتنتمي لخط فاي 100%. طيب اكتشوال بقى، هل هي هتقدر توصل لغاية 8؟ انا جبت جهاز لو كانت كفاءته 100% كان هيقدر يوصل لي نقطة واحد اللي عند 30 يوصل لغاية كام؟ لغاية 8 اللي هي الديو بوينت. لكن مفيش جهاز كفاءته 100%، فاللي هيحصل ايه؟ ان هلاقي نقطة 2 فين؟ عند وليكن مثلا سي 10 درجات مئويه. يبقى انا قدرت انزل من 30 لغايه كام؟ لغايه 10. ده الحته اللي انا استفدت بيها. طب لو انا الحته بتكلم اللي ما استفدتش بيها من 2 للايدل، لو قسمتها على التوتال يديني حاجه اسمها الباي باس فاكتور. يبقى كده انا عرفت الكويل كتمبريتشر، عرفت الكويل كافشنسي او باي باس فاكتور. بقى لي كمان اعمل ايه في الكويل دوت؟ احسب حاجه اسمها الهيتنج بتاعه، الكباستي بتاعته كام، او الكولينج كباستي بتاعته عامله ازاي. عشان احسب الكولينج كباستي بتاعته هعمل ايه؟ اهو كيو ماينس الورك او باور. ها ما عنديش انا في الحته دي او السيستم بتاعي اهو دايره دهيت اهي، باوندري بتاعتي اهي، لو قطعت بصيت كده عليها ادي الكولينج كويل اهو، في ماس تعبر الباوندري اوبن سيستم، هطبق الفيرست لو. انا ما عنديش شغل، عندي هيت. الهيت ده بس خارج من السيستم، مش داخل السيستم، خارج من السيستم، ده كولينج. بس كوني قلت كلمة كولينج ما أنا فاهم إن هو خارج، فخلاص خد المودل وسرح دماغك. الماس فلوريت اللي معدية في فرق الاتشات ما بين نقطة اتش 2 ماينس اتش 1 أو 1 ناقص 2، مش تفرق معاك في حاجة. أنت بتتكلم على كولينج فأنت عارف إن أنت قصدك إنه هيخرج من السيستم ده حرارة للجو. يبقى كده عرفت الكباستي بتاعته تتحسب إزاي. كل اللي انا فات ده خد بالك من حته ايه؟ ان انا شغال عند تي كويل، ايه علاقتها بتي ديو بوينت؟ ها قولوا لي تي كويل ايه علاقتها بالتي ديو بوينت؟ كانت يا اما اكبر من ها او تساوي. طول ما انت تي كويل اكبر من او تساوي التي ديو بوينت تمام، مفيش مشكله، يبقى انت بتعمل حاجه اسمها سنسبل كولينج. لكن ايه اللي هيحصل لو ها خليت التي كويل اقل من تي ديو بوينت؟ فين الكلام ده على التي اس دياجرام؟ اهو انا هخلي التي كويل بتاعي زي ما انت شايف كده اهو، اهو بخمس درجات مئويه. دكتور الهواء بقى ميه في ال ايوه، الاول الهواء هيبرد صح من واحد، هيفضل ماشي على الخط دوت اللي هو الضغط كونستانت اللي هو 0.01 بار. ليه؟ لان طول ما هو ماشي خد بالك كميه بخار الميه كانت كام جرام؟ 10 جرام. لغايه فين؟ لغايه النقطه ده اهي اللي هي تعالى نسميها نقطه زد.
طول ما انا ببرد 25 ها 24 23 22 لغايه لما وصلت ل 8، طول ما انا ماشي على الخط ده مفيش تغير في كميه بخار الميه، فالكميه دي بتضغط بقيمه اسمها ايه؟ بي فيبر. قيمته كام؟ قيمته 0.01 بار. قيمة الضغط 0.01 بار. طيب لكن لو وصلت عند نقطة زد ودرجة الحرارة بدأت كمان تنزل شوية، زد دي أصلا تعال نقول لي كده الفاي بتاعت زد أخبارها كام؟ حد يفكرني. فاي زد يعني اللي هي كمية الفيبر على كمية الفيبر ماكسيمم عند نفس التمبريتشر اللي هي تي زد، ها بتساوي كام يا شباب؟ ما هو الجو عند زد شايل 10 جرام اللي هم اقصى حاجه ممكن يشيلهم، صح ولا لا؟ عند نقطه زد الجو شايل ايه؟ 10 جرام، واقصى حاجه يقدر يشيلها كام؟ 10 جرام، يبقى هو شايل كام؟ 100%. حالته اسمها ايه؟ ساتوريتد، مشبع، الجو خلاص مش قادر يشيل اكتر من كده، بحالته كده مشبع. طب لو انا بردت اكتر من كده، ما هو فعلا الكويل مش 8، ده الكويل بقى عند 5. اول ما التمبريتشر تنزل بقى من 8 لغايه كام؟ لغايه 7، هل الغرفه دي هيقدر الهواء اللي فيها يستمر شايل حاجه اكبر من طاقته؟ خد بالك بقى ان قدرته على الاستيعاب ما بقتش 10، قدرته على الاستيعاب ما بقتش كام؟ 10، بقت 9. فلازم يعمل ايه؟ ها، 1 جرام منهم يروح فين بقى؟ يتكثف. فتلاقي الاوضه دلوقتي بدأت تكثف بخار مي، الغرفة بدأت تكثف بخار مي. هلاقي هنا هوت بدأ يبقى في عندي نقط تنزل من الكويل ده، بيحصل له ايه؟ تكثف. عارف انت لما بتشغل عندك التكييف وفي الشتاء يكون الجو فيه رطوبة عالية وتلاقي ان في نقط ميه كده عمالين ينزلوا كده، في خرطوم بيرمي الميه على الناس في الشارع وهم معديين، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، ادي الكوندنسيت، بيسموه الكوندنسيت، الميه اللي اتكثفت. جت منين؟ ان الهواء فيه بخار ميه، انت ظبطت الكويل بتاع جهاز التكييف على درجه حراره اقل من التي ديو بوينت، فالجو ما بقاش الهواء وهو معدي عليه ما بقاش قادر يشيل بخار الميه الكميه دي كلها، بدا يكثف على السطح بتاعه. مره في مره في مره بدات تبقى قطرات، القطرات دي عماله تتجمع هنا في التانك تحت ده. طيب دلوقتي بقينا كام؟ عند 7 درجات، مش قادر يشيل غير 9 جرام. طيب انت لسه مشغل الكويل عند كام؟ 5. طب ما هو هينزل كمان تاني اهو، بقينا 6، ما بقاش قادر يشيل 9 جرام، ده بقى بيشيل كام؟ 8 جرام بس، يبقى مش هيشيل غير 8 جرام ويبدا يكثف الباقي. طيب وبعدين لسه انت مشغل الجهاز تكييف اهو، بقينا 5، مش قادر يشيل ال 8 جرام، بقى انا 7 جرام. ها، طول ما هو ماشي دايما ماشي على انه خط، على خط بيسموه فاي 100%، خط اللي هو الساتوريتد اهو، لغايه لما يوصل لغايه نقطه 2 اهي. يبقى هو كده مشي من الاول من 1 لغايه زد، كان بس بيعمل سنسبل كولينج لان كانت لسه درجه الحراره ما وصلتش للديو بوينت. لما وصلنا للديو بوينت بقينا خلاص على ايه؟ على كريتيكال. لو بردت اكتر من كده لا، ما بقاش قادر يشيل بخار المايه دوت، بدا يكثف بخار الميه، فعمال كل شويه يكثف بخار الميه، فبقى المقدار القدره بتاعته ماكسيمم فيبر يقدر يشيله بيقل، وهو شايلهم طول الوقت شايلهم. فمن زد الاثنين انا ماشي بفاي 100%. الكلام ده لو برسمه على الخريطه ترسم ازاي؟ اهو انا كنت عند نقطه 1، ونقطه 1 دي لو ببص على التي ديو بوينت بتاعتها المطلوب مني امشي كونستانت ها دبليو لغايه لما انزل واقرا رقم كام؟ يطلع 8 درجه مئويه، دي اسمها تي ديو بوينت. فانت عملت ايه؟ انا فعلا بردت بالطريقه دي، فضلت درجه الحراره تقل 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 لغايه لما وصلنا لنقطه زد. ايوه بس انت مستخدم كويل درجه حرارته كام؟ 5. مستخدم درجه كويل درجه حرارته 5 تي كويل، ودي مالها؟ أقل من تي ديو بوينت.
الجو عند 8 كان يقدر يشيل لغاية كام؟ آه أهو شايل 10 جرام عند نقطة واحد وعند نقطة زد، هو شايل 10 جرام. لكن لو هتبرد أكتر من كده لا ما يقدرش أهو، فهيبدأ النقطة بتاعتك تبقى كام أهي؟ 9 جرام. فين بقى نقطة 9 جرام دي على الخط؟ أهو هيبقى من زد نزل عند النقطة اللي هي فاي 100%. طيب دلوقتي شايل كام؟ 8 جرام. ها فين؟ اهو النقطة بتاعتك اهي. شايل 7 جرام، فين النقطة بتاعتك؟ اهي. يبقى كده ماشي ازاي؟ اهو ماشي من زد لغاية لما وصل عند 2 على خط فاي 100%. يبقى هو الأول بيعمل كولينج من 1 لزد سنسبل، درجة الحرارة عمالة تقل 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 لغاية لما وصلنا لفاي 100%، وبعدين فضلنا بقى ماشيين على فاي 100%. ليه؟ لأنه بعمل كولينج وبكثف بخار مية، درجة الحرارة عمالة تقل، بس بخار المية أخباره إيه دلوقتي؟ هل فضل ثابت ولا نزل؟ لا، بخار المية عمال ينزل من 10 جرام 9 جرام 8 جرام 7 جرام عمال يقل. طيب السؤال، الكلام ده خاص بمين؟ ده الكلام ده خاص بالهواء اللي عدى الكويل وعمل معاه كونتاكت. يعني الحقيقه دي مش نقطه 2، امال دي مين؟ ده دي نقطه الايديال. يبقى اللي عند فاي 100% دي، ده دي النقطه الايه؟ الايديال. امال ايه اللي حصل؟ حصل ان في شويه هواء فضلوا معديين كده وما عملوش كونتاكت، سميناهم ايه يا شباب؟ ها سميناهم الباي باس. طيب حالتهم ايه؟ حد يقول لي حالتهم ايه الباي باس اللي هم عدوا مع ما عدوش على الكويل دول؟ ها حالتهم زي ما هم عند 1. فتخيل بقى عندي نقطة 1 فيها شوية ماس اسمه باي باس، وماس عدت على الكويل وحالتهم هي الايديال. بعد ما عدينا على الكويل هيحصل لهم ايه؟ يحصل لهم ميكسينج. يبقى خط الميكس عامل ازاي؟ هروح موصل ما بينهم اهو. عشان كده الاجراء ده انا بعد كده هبقى ارسمه ازاي، مش هقعد بقى ارسم التفاصيل دي كلها. ادي نقطه 1، هروح مايل بالخط كده لغايه لما اقطع الخط فاي 100% اللي هي عندها نقطه الايديال. عرفنا هنعملها ازاي تاني؟ اهي ادي الخريطه، ادي نقطه 1، هيبقى في عندي ميل خط مايل اهو لغايه لما اقطع الفاي 100% اللي عند نقطه الايديال اللي هي مين يعني؟ اللي هي عند التي كويل. الاجراء ده بقى حد يفكرني بقى لما احنا كنا من شويه بنتكلم على مين؟ ها عند مسميات الاجراءات في الاول المحاضره، قلنا انا عندي مسميات للاجراءات. كانت ايه هي مسميات الاجراءات؟ فاكر كان في حاجه اسمها سنسبل هيتنج، حاجه اسمها سنسبل كولينج، حاجه اسمها هيوميديفيكيشن، يعني عندي اسمها دي هيوميديفيكيشن. حد يبقى يفكرني كان يبقى الاجراء ده اسمه ايه؟ احنا شفنا ازاي نقدر نعمل سنسبل هيتنج. كده احنا خلصنا الايه؟ الاجراء ده فعلا في الحقيقه نقدر نعمله ازاي؟ مش مجرد كلام على الورق، فعلا اقدر اعمله. سنسبل هيتنج اقدر اعمله ازاي؟ وشفنا ازاي اقدر اعمل سنسبل كولينج، كان الشرط بتاعه ايه؟ ها؟ يكون التي كويل اكبر من او يساوي التي ديو بوينت. طب لو كانت تي كويل اقل من التي ديو بوينت، اه في الحاله دي هنعمل بقى الحته الميل. شايف الميل عامل ازاي؟ اهو الميل اهو اللي هو بيسموه كولينج اند دي هيوميديفيكيشن. بعمل عمليه تبريد وبعمل عمليه تجفيف كمان، بقلل رطوبه الجو، دي هيوميديفيكيشن. بقى فعلا كان 10 جرام بقينا 9 جرام بقينا 8 جرام بقينا 7 جرام، عمالين الجرامات عماله تقل. يبقى احنا كده شفنا مع بعض على الخريطه ازاي ممكن نعمل كولينج اند دي هيوميديفيكيشن. معايا يا شباب؟ اي اسئله لغايه دلوقتي بالنسبه للاجراءات اللي احنا خدناها؟ سنسبل كولينج، سنسبل هيتنج، او كولينج اند دي هيوميديفيكيشن. الشرط اللي انا بس انا عايز اتاكد عليه، ايه الشرط اللي يخلي لي مسالتي تبقى سنسبل كولينج او تخليها كولينج اند دي هيوميديفيكيشن؟ ايه هو الشرط؟ درجة الحرارة اقل من ديو بوينت،
بالظبط، لو قدرت تظبط حراره الكويل تبقى اقل من التي ديو بوينت يبقى هيحصل كولينج اند ديهوميديفيكيشن. طول ما درجه حراره الكويل اكبر من او تساوي الديو بوينت يبقى انا كده بعمل بس سنسبل كولينج. طيب انت قلت لي دلوقتي ايه، انا عندي خريطه بالمنظر ده اهو، ادي الشكل اللي انا كنت متخيله، ادي نقطه واحد. على فكره في لاج في ما بين اللي انا بتكلمه واللي انا بشوفه، انا بشغل موبايل جنبي بشوف ايه اللي بيحصل، ففي لاج. طيب ادي نقطه واحد اهي، هل الكلام معانا بس ولا كل محاط كده؟ لا معانا كمان. لا معانا. تمام. طيب لو بصينا كده على الخريطه دي اهي، ادي اللي احنا قلنا عليه، لو كان ايديال كان هيمشي من واحد لغايه زد، النقطه زد اهي، وبعدين يفضل ماشي على خط فاي 100% لغايه لما يوصل نقطه كام؟ الايديال اللي هي نقطه 2 يعني. لكن مفيش جهاز كفاءته 100%، فقلنا هيحصل ايه؟ ميكسنج، او هروح موصل واحد بالايديال. فين بقى نقطه الميكس؟ طبعا الاغلبيه هم اللي عملوا كونتاكت وهم اللي قلت، فيبقى دي نقطه كام؟ 2. يبقى كده انا عندي المسافه ما بين 1 و2 هي دي الجزء اللي استفدت بيه، اللي سميناه انت فاكر الكونتاكت فاكتور، او كنا سميناه حاجه اسمها ايتا او الافشنسي بتاعت الكويل. طب والجزء اللي ما استفدتش بيه اهو، الحته دي اللي هي من 2 لايديال، الحته دي بنسميها ايه بقى؟ بنسميها الباي باس فاكتور، الجزء اللي انا ما استفدتش بيه. فلو انا عايز اعرف الافشنسي بتاعت الكويل، ما انا هشتري دلوقتي جهاز تكييف اهو، فالجهاز ده لازم اعرف له شويه معلومات. اول حاجه تي كويل بكام، ها الحاجه الثانيه افشنسي بكام، وهنعرف على شويه الكباستي بتاعته اللي هو الكيوب كام. فدلوتي عايز نشوف الافشنسي بتاعته، الافشنسي بتاعته او الكونتاكت فاكتور بتاعي، والله انا ممكن اجيبها بالمسطره اهو، الطول من 2 ل1 على الطول من نقطه 1 للايديال، او ممكن اعبر عنها بالتمبريتشر. خد بالك انا ممكن انزل اهو ادي تي 1 وادي تي 2 وادي تي كويل اهي، تي 1 ماينس تي 2 على تي 1 ماينس تي كويل، او ممكن اعبر عنها بالانثالبي اهو، انا ما عنديش مشكله عندي انثالبي، يعني ممكن اقول ايه، اقول انها بتساوي اتش 1 ماينس اتش 2 على اتش 1 على اتش اللي بتناظر نقطه الكويل. بس في هنا جديد، الخط بقى مايل، شايف الخط بقى مايل ازاي؟ بقى كولينج اند ديوميديفيكيشن. فبقى هنا كمان انا ممكن استخدم ده في دبليو اهي، دبليو 1 وفي دبليو 2 قلت وفي دبليو اللي هي ناظر الكويل. فانا ممكن اعوض هنا كمان، بقول دبليو 1 ماينس دبليو 2 على دبليو 1 ماينس دبليو اللي بتناظر الكويل. هنا هنعرف كلمه جديده، لما بيحصل كولينج اند دي هيوميديفيكيشن ما بيسموهاش بقى تي كويل، بيسموها الابريتس ديو بوينت. الجهاز ده بيسموه ابريتس، ولان بقى عندي نقطه بيحصل لها ديو بوينت يعني هيبقى في كولينج اند دي هيوميديفيكيشن، فجمعوا كلمتين على بعض وسموها ابريتس ديو بوينت. يبقى الكويل هنعرفه دلوقتي بايه بقى؟ بحاجه اسمها ابريتس ديو بوينت، بدل ما هنشيل كلمه تي كويل دي ونعرف عنها ابريتس ديو بوينت. ايه هي نفس كلمه الديو بوينت يعني بتاعت النقطه، او لو قلنا بنتكلم على تي كويل بس، ده الجديد يعني. يعني لما تسمع تي كويل او تي كولينج كويل مقصود ان غالبا بنتكلم في سنسبل كولينج، لما تسمع كلمه ابريتس ديو بوينت يبقى انت اكيد عندك كولينج اند دي هيوميديفيكيشن. تاني يبقى كده انا عندي مسالتي هتترسم ازاي؟ اهي ادي نقطة واحد، ببقى معرف الجهاز ده الافشنسي بتاعته بكام، او الكونتاكت فاكتور بتاعته بكام، او واحد ناقص الكلام ده يديني الباي باس فاكتور. معرف حاجه كمان اسمها الابريتس ديو بوينت بكام، اقول لي والله الابريتس ديو بوينت بتاعتك في المساله دي بخمس درجات، يبقى انا هظبط الكويل بتاعي عند خمسه. فين خمسه؟ اهي تقطع فاي 100% في نقطه اسمها الابريتس ديو بوينت اهي، اللي هي نقطه الايديال بتاعت الكولينج كويل. اروح اعمل ايه بقى؟ اروح موصل الاثنين ببعض. طبعا مش ده اللي حصل، اللي حصل ان في حبه عملوا كونتاكت وحبه ما عملوش كونتاكت، وبعد كده في ميكسنج. انا خلاص بقى دلوقتي ايه؟
مش هنقعد بقى نعمل التفاصيل دي كلها، جاست بس انك توصل ما بين الابريتي بوينت وبين نقطه واحد. يبقى لي باستخدام الكونتاكت فاكتور او الباي باس فاكتور اقدر اعرف نقطه 2 فين على الخريطه بدلاله مين، او ادي تمبريتشر 1 تمبريتشر 2 وتمبريتشر الكويل، او ممكن بانثالبي 1 وانثالبي 2 وانثالبي بتاع الكويل، او W1 و W2 ها و W اللي بتناظر الابريتس دي بوينت. اخر حاجه الكيو، انا عايز اعرف الكيو بقى الكاباستي بتاعه الجهاز ده كام. فاكر انت كنت حسبت الكولينج كولينج لود؟ اه والله قلت الاوضه دي عليها مثلا طن ريفرجن او 500 كيلو او مثلا كذا 10 كيلو وات. اه يبقى لازم اروح اجيب جهاز تكييف يكون الكباستي بتاعته يا اما اكبر من او تساوي الرقم ده على الاقل. طبعا غالبا بنجيب اكبر منه سنه عشان في سيفتي فاكتور الكلام ده كله، فبندور على اقرب جهاز تكييف يكون ها يقدر يشيل هذا اللود عند الماكسيمم او اللي هو اسوأ احتمال او اسوأ يوم في السنه، او حسب انت صممت على مثلا فاكر لما قلنا 1% او 2.5% او اسوأ 5% حسب انت هتختار طريقه التصميم بتاعتك عامله ازاي. طيب يبقى الجهاز ده اللي هو الكولينج كويل كباستي بتاعته كام؟ اه بتساوي ام دوت، اهي ام دوت اللي ماشي هنا في الخط ده في فرق الاتشات ما بين نقطه 1 و2. خد المودلس مش هيفرق كتير لان انت بتتكلم انت قايل اصلا كلمه كولينج، فانت عارف ان الحراره دي خارجه من السيستم مش داخله السيستم. هل ده كفايه؟ لا، كمان احنا مطلوب منا في مهندسين بيلدينج ناخد بالنا من حاجه اسمها درين. يعني ايه درين؟ ما هو جهاز التكييف ده ما بتتكلمش على في البيت بس، لا انا بتكلم بقى على مستوى مول ولا حاجه، لا ده انت هتجمع الميه دي اللي هي بتتكثف من اجهزه التكييف دي كلها وتمشيها في مواسير وترميها بره عشان ما تبوظش المبنى. اه فبنتكلم على حاجه اسمها درين، ده اللي هو هنا ده كميته كام؟ ما هو انا محتاج اعرفه كميته كام عشان اصمم ماسوره تبقى تستوعب الكميات دي كلها. كام بقى الدرين دوت؟ فاكرين احنا قلنا دايما لما اسالك على اي حاجه ميه تكثيف او زياده الميه في المساله المطلوب منك بس تعوض، ادي كميه الووتر اهو قلنا بتساوي ايه؟ ام دراي اير ها في فرق الاوميجا، اوميجا 2 واوميجا 1، وقلنا خد المودلس وراح دماغك الفرق قد ايه؟ فاكرين الكلام ده؟ اي ميه كثفت او ميه اضافت للجهاز للهواء بنعتبرها على طول كميه الاير في دلتا دبليو او دلتا اكس، خد المودلس وراح دماغك. هيطلع كام كيلو جرام ميه H2O بس في صوره ليكويد يعني بير سكند، هيطلع الرقم ده كام كيلو جرام ووتر بير سكند. يا شباب كده تمام ولا الدنيا ماشيه؟ تمام يا دكتور. طيب الجديد كمان دلوقتي، الجديد دلوقتي كمان ان الخط بتاعي بقى مايل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي قبل كده كان السنسبل هيتنج والسنسبل كولينج كان خطه خلاص افقي دبليو كونستانت وكان اسمه حتى اسمه ايه سنسبل. لا الجديد دلوقتي انت بتتكلم على خط مايل اهو من نقطه واحد لغايه نقطه الايديال اللي هي نقطه الابريتس دي بوينت، وقلت لي كمان ان دي نقطه 2 دي الاكتوال. الاجراء ده محتاج كمان تحليل اكتر. يعني ايه التحليل اكتر؟ ادي الاجراء اهو اللي هو بيسموه ايه كولينج اند ديهوميديفيكيشن. ممكن يطلب مني يقول لي والله السنسبل في قد ايه والليتنت قد ايه. طب ده نعملها ازاي؟ اهو هاجي على النقطه دي وانزل كده ادي التمبريتشر اهي، وفي نفس الوقت ادي الاوميجا نفس الكلام الاثنين، ادي الاوميجا بتاعته اهي وادي التمبريتشر بتاعته اهي. هيظهر لك نقطة بقى هنا في النص كده اهي الحتة دي، شايف الكورنر ده؟ الحتة دي تعالى نسميها زد. خلاص كده؟ سؤال، مش أنت ممكن كأنك حللت الإجراء ده من واحد لاثنين كما لو كان إنه مشي الأول من واحد لزد وبعد كده مشي من زد لكام؟ لاثنين. كده انا عملت حاجه ولا هي؟ طيب كلمه انه مشي من واحد لزد خد بالك ان التمبريتشر مالها كونستنت،
مش من واحد لزد، يعني التمبريتشر بالنسبه لي كونستانت. واتفقنا لما نمشي عمليه كونستانت على على الخريطه دي، لو لفوق كده بزود هيوميديفيكيشن، لتحت دي هيوميديفيكيشن. او العمليه دي معناها ايه؟ انا زودت رطوبه او قللت رطوبه، يعني اكسبت الجو ليتنت هيت او نزعت من الجو ليتنت هيت. فالفيرتيكال ده يعني اي ما في اي خط فيرتيكال على الخريطه سواء لفوق او لتحت، ده معناه انه حاجه اسمها ليتنت، دي كميه الحراره الليتنت. ولما يكون سوري لما يكون راسي ليتنت، لما يكون افقي ده اللي بيسميه ايه؟ سنسبل. يبقى من واحد لغايه زد ده راسي اهو على الخريطه، ده مقصود بيه ايه؟ مقصود بيه كلمه ليتنت. ومن زد لغايه 2 ده افقي، ده بنسميه سنسبل. معايا يا شباب؟ لان كلمه سنسبل معناها ان انا زودت بخار ميه او قللت بخار ميه، بس ما غيرتش في درجه الحراره حاجه، اهي ما غيرتش في التمبريتشر بتاع نقطه واحد. لكن لما اتكلم على نقطه واحد واثنين اللي هو الافقي، لا انا زودت درجه الحراره سنسبل او قللت درجه الحراره سنسبل. طيب انت عايز توصل لايه؟ اهو من نقطه واحد ديت روح هات الانثالبي، هات الاتش. ومن نقطه زد روح هات الاتش بتاعتها. من نقطه اثنين هات الاتش بتاعتها. لو بصيت على الرقم ده من اوله لاخره اللي هو الفرق ما بين اتش 1 واتش 2، ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه دلتا اتش اللي على الكولينج كويل، دلتا اتش ككل. لكن لو بصينا على الحته دي لوحدها، ها اللي هي دلتا اتش بتاعت مين؟ من 1 لغايه زد، دي اسمها دلتا اتش مين؟ دي اسمها دلتا اتش ليتنت. اهي الحته دي بس اسمها دلتا اتش ليتنت. طيب والناحية الثانية اللي هي من زد لغاية اس، الحتة دي اسمها ايه؟ لغاية 2 سوري، دي اسمها دلتا اتش سنسبل. يبقى معنى الكلام ده ايه؟ انه الدلتا اتش الكويل، الكويل على بعضه شايل حتتين اثنين، حتة سنسبل وحتة ليتنت. السؤال بقى الليتنت قد ايه والسنسبل قد ايه؟ مين الأكبر؟ كل ما كان الجو مليان بخار مية معناه ان الكويل ده مطلوب منه يشيل ليتنت كتير، وكل ما كان الليتنت اللي في الجو او بخار ميه قليل مع انه هيشيل ليتنت قيمته قليل. طب لو ما فيش خالص بقينا سنسبل فقط. واضح يا شباب ازاي حللنا الاجراء من واحد لاثنين الى جزء سنسبل وليتنت؟ طب وبالتالي اقدر اشيل بقى الترم اللي عندي دوت اللي هو ايه؟ اللي هو الكيو توتال اللي هو الكولينج كويل الى حتتين اثنين، حاجه اسمها كيو سنسبل قد ايه وكيو ليتنت قد ايه. يبقى انا هعمل ايه بقى؟ كيو سنسبل M dot delta H sensible و Q latent هي عبارة عن M dot delta H latent. يا شباب واضح الكلام ده ولا محتاج تفاصيل أخرى؟ ها يا باشمهندسين واضح يا دكتور؟ تمام. طيب زي ما عملنا إجراء اسمه cooling and dehumidification، الحقيقة إن في إجراء تاني عكسه اللي هو بيعمل بقى إيه؟ ها؟ heating and dehumidification. إزاي الكلام دوت؟ عبارة عن بس الكلام ده مش بيشتغل في أجهزة تكييف للمنازل، لأ ده بيستخدم في عمليات صناعية زي صناعة الدواء. الدواء مشكلته إيه؟ إن لو في بكتيريا وأنت بتصنعه طب ما هو باظ. طب والحل إيه؟ أنا عايز جو يكاد يكون جاف بنسبة 100%، يعني مفيش بخار مية خالص. لازم اجففه خالص. اجففه ازاي دي؟ ما الهواء فيه بخار ميه، مهما عملت فيه بخار ميه. لا لا، ففي عندي اجهزه بقى، الجهاز ده بيسموه حاجه اسمها مكوناته يعني ايه؟ سلكة جل. فاكر انت لما بتجيب جهاز من بره وبيبقى بيتنقل عن طريق السفن او حاجه فاخره كده، فانت خايف لا بخار الميه تبوظه، اجهزه كهربائيه مثلا، او اشتريت جزمه كده في كونتينر او جبت جهاز جديد هتلاقي انه بيجي، او دواء ساعات لما تيجي تفتح الدواء تلاقي كده في كيس كده جنبه وفي كده كور صغيره. دي اسمها ايه؟ اسمها سيليكا جيل، الماده دي ماده سامه خد بالك، بس هي ميزتها انها شرهه جدا لامتصاص اي بخار ميه موجود، بالتالي دايما بتتحط مع المنتجات عشان ايه؟ عشان حتى لو اتنقلت عبر مثلا سفن او بحر او حاجه وتعرضت لبخار ميه برضك الجهاز ده ايه؟ الماده دي تمتص اي بخار ميه عشان تحمي الجهاز من بخار الميه. فهو الجهاز عباره عن ايه لو انت جيت بصيت عليه؟ حاجه بالمنظر ده، ممكن اوريه لك كفيديو بيشتغل اهو. معرفش الفيديو لسه ما وصلش عندكم. اهو ادي شايف الشكل، ادي الهواء جاي
من حته، وزي ما انت شايف كده في في النص قرص دوار، والحقيقه ان هو فعلا القرص ده بيدور، بس مش بيدور بالسرعه دي، هو ابطا من كده يعني، تقريبا ممكن يلف لفه في اليوم او لفتين اتنين في اليوم حاجه بالمنظر ده. فالهواء اللي جاي اصلا عليه اللي هو جاي لك من تحت اهو يمين، الهواء ده بيعدي على الماده اللي اسمها السيليكا جيل، فينتج عنه انه يسخن، وهنعرف ليه بيسخن. هواء ده جاي مليان رطوبه، يطلع الناحيه الثانيه جو جاف، يبقى هواء كان رطب على ايدك اليمين اهو هيتحول الناحيه الثانيه الى هواء جاف. بس خد بالك كمان وهو بيتحول الى هواء جاف انه بينتج عن العمليه دي تفاعل كيميائي طارد للحراره، التفاعل ما بين بخار الميه وبين السيليكا جيل، تفاعل بينتج عنه انطلاق حراره، فبتروح بقى ان بتطلع معاك هواء ايه سخن، فمحتاج بقى تشوف انت عايز الهواء السخن ده كده ولا هتعمل فيه ايه. طيب ما هو مع الوقت خلال اليوم يعني السيليكا جيل دي هتتسد، يعني تتسد يعني تملي بخار ميه، فاحنا بقى بنبقى عندنا طريقه ما اللي هي شايفها فوق دي عباره عن نيتروجين او هواء تاني من بشكل معين، بحيث نعديه على الجهاز السيليكا جيل ده يعمل ايه؟ يعمل له يخليه فريش، يعني ايه؟ يعني ينزل، بيبقى هواء سخن جدا درجه حرارته عاليه جدا، بحيث يعدي على السيليكا جيل ده ينزع منها اي بخار ميه، يعني تفاعل عكسي، بحيث ان انا انزع منها اي بخار ميه اجففها يعني، والهواء ده ارميه بره، مش بستخدمه في التكييف، فيترجع تاني القرص اللي بيدور دوت اصبح نقي ولسه بقى ايه جاف، فلما يقابل الهواء اللي مليان بخار ميه يبدا يعمل فيه ايه يجفف بخار الميه اللي جواه ويطلع لي هواء دراي وهكذا. يبقى اللي فوق ده جزء بس، الربع اللي انت شايفه ده فوق ده مجرد عمليه تنقيه او ريفرشمنت للجهاز اللي هو السيليكا جيل، وتحت ده فعلا الجزء اللي بيشوفه الهواء اللي انت بتتكلم على جهاز التكييف، الهواء اللي ماشي في الضغط التكييف، بس طبعا ده بيقول لك في عمليات صناعيه غالبا يعني. طيب الجهاز ده لما تيجي تبص كده عليه، او انا عندي ضغط بالمنظر ده، والضغط دي انا ركبت في حته منها كده اهوت اهو الماده اللي اسمها سيليكا جيل، تعال نعمل انرجي بالانس على القصه دي اهو. السيستم ده اوبن سيستم ولا كلوز سيستم؟ اوبن سيستم. انا دخلت فلو عند واحد وخرج عند اثنين. ها قول لي كده كيو دوت بكام؟ انا سخنت ولا بردت؟ الحقيقه انا لا سخنت ولا بردت. انا مجرد بس ايه عديت هواء على جهاز، ماليش دعوه. هو انترنالي تفاعل كيميائيا ده موضوع ثاني، لكن انا من بره، من بره بص كده على الحدود من بره، سخنت ولا بردت؟ لا لا سخنت ولا بردت. هل اضفت شغل ولا ما اضفتش شغل؟ ما اضفتش شغل. يبقى معنى الكلام ده بيساوي ام دوت دلتا اتش. ايه ده بيساوي زيرو. يعني معناها ايه؟ معناها ان اتش دلتا اتش بتساوي زيرو، معناها ان اتش 1 بتساوي اتش 2. اي يعني على الخريطه ده يبقى شكله عامل ازاي؟ ده ماشي كده اتش كونستنت، ادي خط اللي اسمه اتش كونستنت. يعني الهواء بيبقى اصلا بارد، درجه حرارته قليله ومليان بخار ميه، دبليو بتاعته عاليه ودرجه حرارته قليله، ادي نقطه واحده اهي. انت هتمشي ايه؟ همشي اتش كونستنت اهو على الخريطه، همشي اتش كونستنت، فهفضل انزل يمين 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 اهو. بس خد بالك التمبريتشر عماله ايه تزيد مني، لغايه فين؟ لغايه الايديال. ايديال كيس ان اوصل لغايه دبليو كام؟ بزيرو. شايف الايديال فين؟ اهي، انك قدرت توصل لجو دراي مفيش ولا نقطه بخار ميه، دي النقطه اللي اسمها نقطه الايه الايديال. بس خد بالك ان الجو اللي هو الهواء اللي عدى ده حصل له درجه حرارته بقت عاليه قوي. طبعا ما فيش حاجه اسمها ايديال 100%، يبقى معناه ان عندي النقطه ممكن توصل لغايه فين هنا مثلا، ادي نقطه 2. الجهاز ده لما نرجع لاول السلايد خالص لما كنا بنتكلم على مواصفات او مسميات الاجراءات اهو، بيعمل ايه؟ بيعمل هيتنج اهو، ما هو ده هيتنج. الخط كده لما امشي يمين ده هيتنج، والتحت بعملها هيوميديفيكيشن اهو، هيتنج وهنا هيوميديفيكيشن، عشان كده الاجراء ده اسمه هيتنج اند دي هيوميديفيكيشن اهو. يبقى التحت بعمل دي هيوميديفيكيشن ويمين ماشي سنسبل هيتنج، يبقى هيتنج اند دي هيوميديفيكيشن. يبقى الاجراء ده بيعمل هيتنج اند دي هيوميديفيكيشن. الاجراء ده ماله؟ اتش بتاعته كونستنت. طب وجه منين الحراره؟ جت منين؟ ما هو انت التفاعل الكيميائي اللي جوه حصل جوه الماده السيليكا جيل هو ده اللي ادى الى ان ينطلق حراره تقوم تسخن الايه الهواء. طب ما خد بالك انت جبت الحراره دي منين اصلا؟ يعني جت منين برضك؟ مش انت كان عندك جوه الماده انرجي في صوره ليتنت هيت؟ ايوه،
ما هي الليتنت هيت دي هي اللي تفاعلت مع الماده لما تفاعلت مع السيليكا جيل خدت الليتنت هيت وحولته لك في الاخر الى سنسبل. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نحلل الاجراء زي ما المره فاتت عملناه اهو. ادي الخريطه بتاعتي اهي. احنا بنقول هنمشي كونستانت اتش، ادي النقطه واحد اهي، ادي نقطه الايديال، وادي نقطه اتنين. انت كانك عملت ايه؟ كاني مشيت اهو اوميجا كونستانت وبعد كده نزلت تاني تمبريتشر كونستانت، يبقى في عندي نقطه لتكن زد اهي. الخط ده او الحته دي كاني بعمل هيتنج اهي، دي اللي بنسميها ايه؟ سنسبل. والحته الثانيه دي اللي بنسميها ايه؟ او نازل كمان اهو ليتنت. بس خد بالك الليتنت ده بيزيد ولا بيقل؟ يعني انت بتزود بخار ميه ولا بتقلل بخار ميه؟ لا ده انا بقلل بخار ميه، يعني القيمه نيجاتيف. لكن السنسبل بتزود ولا بتقلل؟ لا ده انا بزود درجه الحراره. اه يبقى الرقم ده بوزيتيف. طب ما نجيب قيمه الاتش بتاعت زد اهي، ادي الاتش بتاعت الزد، شايف الفرق اهو؟ ده اسمه دلتا اتش. انت ممكن تشوفها في صوره سنسبل او ممكن تشوفها في صوره دلتا اتش ليتنت، والاثنين قد بعض اهو. خد بالك دلتا اتش سنسبل زي دلتا اتش ليتنت، وقيمتهم مالهم قد بعض، بس خد بالك واحده بوزيتيف والتانية نيجاتيف، والاثنين قد بعض، عشان كده لاشوا بعض. لو جمعتهم على بعض يديك دلتا اتش كام في الاخر؟ بزيرو. فايه هو ايه اللي حصل؟ انك نزعت بخار ميه من الجو او الهواء اللي معدي على الدكت ديت يعني، او جهاز السيليكا جيل، لما حولته من ليتنت هيت لان هو ليكويد مجمع في صوره ليكويد جوه السيليكا جيل، ففقد هو حرارته اللي هي الليتنت، فقدها. راحت فين؟ راحت للهواء بقى اللي هو دراي، عملت فيه ايه؟ سخنته. الهواء الدراي ده بالنسبه له حراره جات له فهيسخن، ده السبب ليه الهواء سخن وفي نفس الوقت نزعت انت منه بخار ميه. كتوتال انت الدلتا اتش ما اتغيرتش، لكن او دلتا اتش بزيرو يعني، او الاتش كونستنت، لكن اللي حصل ان في عندي بخار ميه تم نزعه من الهواء، وفي نفس الوقت الحراره دي راحت فين؟ راحت كليتنت، تحولت الى سنسبل وسخنت ايه؟ الهواء. نفس الكلام الجهاز ده ليه افشنسي، الافشنسي بتاعته كام؟ اه ان انا اوصل من نقطه واحد لاثنين على واحد لنقطه الايديال المسطره او بالتمبريتشر، ممكن تقول اهو تي 1 ماينس تي 2 على تي 1 ماينس تي الايديال. او ممكن تعملها ازاي؟ اوميجا اهو، الحته دي ليها اوميجا دلتا اوميجا اهي على الحته الكليه دي اهي، يبقى اوميجا 1 ماينس اوميجا 2 على اوميجا 1 ماينس اوميجا اللي هي بتساوي كام؟ زيرو. فده يديني كده الافشنسي بتاع حاجه اسمها دي هيوميديفاير، او بيسموه ديسكانت دي هيوميديفاير. الجهاز ده بيسموه ديسكانت دراير، ديسكانت دراير او ديسكانت دي هيوميديفاير. دي هيوميديفاير ليه؟ لانه بيجفف او بيخلي الجو جاف، ويقدر يوصل انه ينزع بخار ميه لدرجه تقريبا للزيرو. غالبا ده بيستخدم في عمليات كيميائيه، مش للمنازل ولا المولات ولا الكلام ده، مش توصل للمرحله ان انت عايز تخلي الجو يبقى دراي. هتعمل دراي ليه يعني؟ ايوه يا شباب واضح يا باشمهندسين؟ نكمل ولا نوقف لغايه هنا؟ لا يا دكتور يا ريت نوقف عشان ده الاستيعاب. خلاص اوكي ماشي، واللي جاي برضك حاجات تقيله. تمام اوكي ماشي يا شباب، نشوفكم على خير ان شاء الله. اي سؤال دكتور؟ معلش بس قول. الدلتا اتش ليتنت والدلتا اتش سنسبل قد بعض اهو، انت شايفها ايه؟ لو انت خدت نقطه زد كده وجبت لها الاتش بتاعتها، هتلاقي ايه؟ ادي مقدار السنسبل بالظبط الاحمر قد الازرق الليتنت، الاثنين قد بعض، دلتا اتش قد بعض. هي كسيستم ككل خالص كان الكيوب كام لما جينا حسبنا؟ اهو كيو، لو انت فاكر حسبنا الكيو على السيستم اهي، الحته دي كلها هنا حطينا الديسك اند درايف، كيو ماينس الورك بيساوي دلتا اتش. لا انا عندي شغل ولا عندي هيت، انا ماليش دعوه بانترنال، انا بتكلم من بره. انت لا سخنت من بره ولا بردت من بره، مش جايب كولينج كويل، مش جايب هيتنج كويل، انت ما عملتش حاجه، انت بس عديته على جهاز كيميائي، ماده كيميائيه.
فالدلتا اتش بتاعته بكام؟ بزيرو. يعني ايه دلتا اتش بزيرو؟ يعني اتش واحد بيساوي اتش اتنين. اهو لو رجعنا للخريطه هتلاقي فعلا اتش واحد واتش اتنين ليهم نفس الايه؟ القيمه. لكن لو حللت الاجراء عشان افهم ايه اللي حصل فيه، لا هلاقي بقى ان انا عندي في حبه حصل لهم سنسبل في مقابل ليتنت، انه تم نزع بخار الميه من بسيليكا جل، فده عمل دلتا اتش ليتنت نيجاتيف، او قللت، كانوا في صوره بخار، الميه دي تحولت من بخار الى ليكويد، معناه انها طردت حراره اللي اسمها ايه؟ ليتنت هيت. مين بقى اللي جنبهم جنب الميه والسيليكا جل؟ الدراي اير اللي هو الاكسجين والنيتروجين، لقوا الحراره دي هيحصل لهم ايه؟ هيسخنوا بيها، عشان كده حصل السنسبل. فعلى قد السنسبل بالظبط على قد الليتنت، او على قد الليتنت على قد السنسبل. واحده بوزيتيف وثانيه نيجاتيف. تمام عفوا. اي اسئله يا شباب؟ اي اسئله يا باشمهندسين؟ طيب شكرا.